من المسرح العالمي نقدم مسرحية بيت الدمية للكاتب النرويجي هنريك إبسن. مسرحية بيت الدمية نقدمها عن النص الكامل ترجمة كامل يوسف. نحن في غرفة تشعر من تأثيثها بالذوق السليم ولكن في غير مغالاة. في المؤخرة جهة اليمين باب يفضي إلى الصالة الخارجية، وإلى اليسار باب آخر يفضي إلى مكتب تورفالد هيلمر، وبين البابين بيانو. في منتصف الحائط الأيسر باب من أقصاه قرب المؤخرة نافذة، وعلى مقربة من النافذة مائدة مستديرة حولها مقاعد ذات مساند وأريكة صغيرة. في الحائط الأيمن قرب المؤخرة باب آخر، وفي نفس الجانب قرب المقدمة مدفأة وكرسيان ومقعد هزاز. الجدران مزينة بصور، وبالغرفة صوان للأدوات الصينية وخزانة للكتب بها مجلدات أنيقة. أرض الغرفة مفروشة بالسجاد، النار تشتعل في المدفأة، والوقت شتاء. يرفع الستار. تدخل نورا تغمغم لحنا في مرح، وهي تبتدي ثياب الخروج وتحمل عددا من اللفافات. تضع نورا ما تحمل على منضدة اليمين، وتترك عند دخولها باب الصالة مفتوحا، فنرى من خلاله حمالا يحمل شجرة عيد ميلاد وسلة. تفضل يا أنسة، عيد سعيد. عيد سعيد لك أيضا. دعي شجرة عيد الميلاد في مخبأ أمين يا هيلين. حسن يا سيدتي. إياك أن يراها الأولاد قبل حلول المساء عندما يتم إضاءتها. كم تريد يا سيدي؟ 6 بنسات يا سيدتي. هاك شلنا الباقي يا سيدتي. لا لا لا، الباقي لك. شكرا شكرا، عيد سعيد. عيد سعيد لك أيضا. والآن قطعة من البسكويت. ترى هل عاد تورفالد إلى البيت؟ نعم إنه هنا. هذه بلبلتي الصغيرة التي تغرد؟ نعم هي. هذه أرنبتي الصغيرة التي تمرح؟ نعم. ومتى عادت الأرنبة؟ الآن. لابد أن أخفي البسكويت. تعال هنا يا تورفالد لترى ما اشتريت. لا تزعجيني من فضلك. ها، ماذا اشتريتي؟ كل هذه الأشياء. عادت مسرفة الصغيرة إلى التبذير مرة أخرى؟ نعم يا تورفالد، أعتقد أننا نستطيع في هذا العام أن نتمادى قليلا في الإنفاق. هذا أول عيد ميلاد لم نضطر فيه إلى توخي الاقتصاد. ولكننا لا نستطيع تبذير المال، أنت تعلمين ذلك جيدا. أوليس في مقدورنا الآن يا تورفالد أن نخفف قيود الصرف بعض الشيء؟ سوف تنال مرتبا ضخما وتقبض أكداسا من المال. نعم، في أول العام الجديد، ثم لابد من مرور 3 أشهر قبل أن أقبض أول مرتب لي. نستطيع أن نقترض إلى أن تصرف مرتبك. نورا تعالي هنا، سأشد أذنك. سذاجة وعبط. لنفرض أنني اقترضت اليوم 50 جنيها، وأنك بددت المبلغ بأكمله في أسبوع عيد الميلاد، ثم حدث في ليلة رأس السنة أن سقط لوح من السقف على دماغي فقضى علي. وعندئذ لا تقل مثل هذه الأشياء المفزعة. ومع ذلك فلنفرض أن شيئا من هذا القبيل حدث، فماذا يكون العمل؟ لو حدث ذلك فلا أظن أني سأبالي وقتها إن كنت مدينة بالمال أم لا. صحيح، ولكن ماذا يكون شأن أصحاب تلك الديون؟ أصحاب الديون؟ ومن يبالي بأمرهم في ظرف كهذا؟ لن أهتم وقتها حتى ولا بالتعرف على ملامحهم. منطق المرأة تماما. ولكن إذا شئت الجدة يا نورة فإنك تعرفين رأيي في مثل هذه الأمور، لا ديون ولا اقتراض، فلا يمكن أن يحس المرء بالحرية أو الجمال في حياة منزلية تعتمد في كيانها على الديون والقروض. لقد تجلدنا نحن الاثنان وسرنا في طريق السلامة حتى الآن، وسنواصل السير في نفس الطريق طوال الفترة القصيرة الباقية التي تحتاج منا إلى المثابرة على الجلد والكفاح. أمرك يا تورفالد. هيا 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 يا نورا،
لا موجب أن تكتئب بلبلة الصغيرة. ماذا؟ هل غضبت أرنبة الصغيرة؟ نورة، هل تعرفين ما في يدي؟ نقود. تمام. خطر ببالك أنني لا أعلم ما يتطلبه البيت من مصروفات بسبب العيد؟ 10 شلينات؟ جنيه؟ 2؟ شكرا 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 لك يا تورفالد، ستكفيني هذه النقود أمدا طويلا جدا جدا. لا بد، فإنني نعم مؤكد. تعال هنا لأريك ما اشتريت. كلها بأسعار رخيصة للغاية. انظر، هذه بدلة جديدة لإيفار، وسيف، وهذا حصان وطبلة لبوب، وطقم عروس بسرير لإن. ليس من صنف فاخر، ولكن هذا لا يهم، لأنها سوف تحطمه قبل مضي وقت طويل. وهذه أقمشة فساتين للخادمات وبعض المناديل، ولو أن آن تستحق شيئا أفضل من هذا. وماذا في هذه الرابعة؟ كلا كلا كلا، لا يجب أن تعرف ما بها قبل حلول المساء. طيب، والآن أخبريني أيتها المبذرة العجيبة، إلى ما تهفو نفسك؟ أنا؟ لا أدري في الواقع، إلا إذا نعم إلا إذا يمكنك أن تعطيني قيمتها نقودا، أي مبلغ تستطيع الاستغناء عنه، حتى إذا صادفت شيئا يعجبني أمكنني أن أشتريه. ولكن يا نورة، لا تخيب رجائي يا عزيزي تورفالد، أرجوك 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 أرجوك. وعندئذ سأطوي النقود في ورق براق جميل وأعلقها في شجرة عيد الميلاد. ما رأيك في هذه الفكرة البديعة؟ ما هي تلك الصفة التي تدفع الناس إلى تبديد النقود بلا انقطاع وبلا حساب يا نورة؟ التبذير، أعرف ذلك. لنأخذ بفكرتك البديعة هذه يا تورفالد، وعندئذ تتاح لي الفرصة لكي أفكر على مهل فيما يعوزني حقا. فكرة صائبة، ما رأيك؟ بالتأكيد، أعني إذا كان في نيتك فعلا أن توفري شيئا من هذه النقود وأن تبتاعي بها فعلا شيئا لنفسك. أما إذا أنفقتها على مستلزمات البيت وما إلى ذلك من الأمور غير الضرورية، فأحسب أن الأمر سينتهي بي إلى أن أدفع مرة أخرى. أؤكد لك يا تورفالد، لا جدوى من الإنكار يا عزيزتي، إنها حلوة في تبذيرها، ولكنها تبدد المال بغير حساب. لا يدور بخلد أحد أنك كتكوتة بهذا الحجم قد تكلف مالا طائلا. حار عليك ما تقول، إنني أوفر بأقصى ما تسمح به طاقتي. صحيح، أقصى ما تسمح به طاقتك، ولكن طاقتك لا تسمح بشيء على الإطلاق. ألم تفكر يوما يا تورفالد فيما نتطلبه نحن البلابل والأرانب من نفقات باهظة؟ أنت كأبيك تماما، لا تضيق بك الحيلة عن إيجاد وسيلة جديدة لابتزاز المال مني، ولا يكاد يصل إلى يديك حتى يذوب فيهما ويتبخر ويصبح أثرا بعد عين، وإذا بك حائرة لا تدرين أين ذهب المال. لا أملك إلا أن آخذك على علاتك، فهذه مسألة تجري في الدم، فإما لا شك فيه أن الإنسان يرث مثل هذه الصفات يا نورة. وددت لو ورثت الكثير من صفات أبي. وأنا ما وددت إلا أن تكوني كما أنت، بلبلة الصغيرة. ولكن يخيل إلي أنك اليوم لست أدري على غير طبيعتك. حقا؟ صحيح، انظري في وجهي. ألم تعتدي أسنانك على اللوائح والقوانين؟ كلا، ما الذي يوحي إليك بخاطر كهذا؟ ألم تمر أسنانك بمحل الحلوى؟ لا أؤكد لك يا تورفالد. ولم تأكلي شيئا من الكعك؟ طبعا لا. ولا قضمة من البسكويت اللذيذ؟ أؤكد لك يا تورفالد حقا. لا داعي للقلق، مجرد مزاح. ما كنت لأخالف رغباتك. أنا واثق من ذلك، ثم أنك وعدتني. لك أن تحتفظي يا عزيزتي بأسرار مفاجآتك التي أعددتها لعيد الميلاد، وسوف تتكشف لنا بلا ريب عندما تضاء شجرة عيد الميلاد في المساء. هل تذكرت أن توجه الدعوة للدكتور رانك؟ نسيت، وعلى أي حال لا أظنه في حاجة إلى دعوة، لأنه سيحضر بطبيعة الحال كي يتناول العشاء معنا، ومع كل فلن أنسى دعوته عندما يأتي هذا الصباح. لقد أمرت باستحضار بعض زجاجات النبيذ الجيد. إنني أنتظر حلول المساء على أحر من الجهر. وأنا أيضا، والأولاد يا تورفالد كم ستكون فرحتهم.
ما أجمل شعور المرء بأن تكون له وظيفة راسخة مضمونة ومرتب وفير معقول. إنه شعور يبعث على الطمأنينة، أليس كذلك؟ مدهش. أتذكرين عيد الميلاد الماضي؟ وكيف كنت تحبسين نفسك كل مساء إلى ما بعد منتصف الليل لمدة 3 أسابيع كاملة قبل العيد لإعداد الزينات لشجرة الميلاد وتحضير المفاجآت لنا؟ لقد كانت تلك الأسابيع 3 أثقل فترة قضيتها في حياتي. لم تكن كذلك بالنسبة لي. العبرة بالنتائج التي أسفرت عنه. إياك والسخرية مني في هذا الموضوع مرة أخرى. ما ذنبي أنا إذا كانت القطة تسللت إلى الغرفة ومزقت كل ما أعدت؟ طبعا لا ذنب لك يا صغيرتي، كانت لديك النية الطيبة في إدخال السرور علينا جميعا، وهذا أهم ما في الأمر. حمدا لله، إن أيام الضنك قد ذهبت إلى غير رجعة. إلى غير رجعة. واليوم لم تعد بك حاجة إلى تحمل مشقة واحدة، ولم تعد بك حاجة إلى إرهاق عينيك الجميلتين بالسهر وإفساد يديك الصغيرتين بالعمل المضني. صدقت يا توربرت، صدقت، لم تعد بي حاجة إلى شيء من ذلك. يا للروعة. والآن أريد أن تسمع اقتراحي بشأن البيت بمجرد انتهاء العيد. الجرس. ضيوف، يا للمضايقة. إذا كان الطارق يطلبني فأنا غير موجود. زائرة تطلبك يا سيدتي. دعيها تتفضل. جاء دكتور رانك في نفس الوقت يا سيدي. هل ذهب إلى غرفتي؟ نعم يا سيدي. تفضل يا سيدتي. شكرا. كيف حالك يا نورة؟ كيف الحال يا سيدتي؟ لعلك لا تذكرينني. لست أدري، يخيل إلي أن كريستين. كريستين، لا أصدق. لم تخنك الذاكرة. كريستين، تصوري أنني لم أعرفك على التو، تصوري. لقد تغيرت كثيرا يا كريستين. نعم هذا صحيح، بعد حوالي 10 سنوات. ومر هذا الوقت منذ التقينا لآخر مرة؟ عجبا. على أي حال لست أضمر أي شكوى من الأعوام الثمانية الأخيرة، فقد مرت بي صافية سعيدة. وأخيرا عدت إلى بلدتنا وقمت بهذه الرحلة الطويلة في الشتاء. يا لك من شجاعة جريئة. لقد وصلت بالباخرة صباح اليوم للاستمتاع بأجازة العيد. بالطبع، مدهش مدهش مدهش. سنقضي سويا وقتا ممتعا. ولكن تخلصي من هذا الحمل الثقيل، تخلصي من هذا المعطب. شكرا. والآن تعالي نجلس أمام المدفأة ونأخذ راحتنا. إليك هذا المقعد المريح، أما أنا فلي الكرسي الهزاز. الآن أرى صورتك بكل معالمها الأصلية، لقد غابت عني للوهلة الأولى فقط. بك بعض الشحوب، ولعلك أنحف قليلا مما كنت. وزادت بي السن كثيرا جدا. بعض الشيء، ربما بعض الشيء، ليس كثيرا جدا أبدا. يا لمن إنسانة مجردة عن الذوق، أتمادى في الثرثرة بلا توقف. اغفري لي يا عزيزتي كريستين. ماذا تقصدين يا نورة؟ لقد فقدت زوجك وأصبحت أرملة يا عزيزتي. نعم، منذ 3 سنوات. أعرف، فقد بلغني النبأ في حينه من الصحف. وأؤكد لك يا كريستين أنني كنت أعتزم الكتابة إليك وقتها، ولكن كان يحدث دائما ما يعطلني ويجعلني أسوف في الأمر. أدرك ذلك تماما يا عزيزتي. إنه تقصير مني يا كريستين. يا للمسكينة، ما أشد ما قسيت في محنتك. ولم يترك لك شيئا؟ لا شيء. ولا أطفال؟ ولا أطفال، لا شيء مطلقا، ولا حتى شعورا بالأسى أعيش على ذكراه. هذا ممكن يا كريستين؟ هكذا الحال في بعض الأحيان يا نورة. وإذا فأنت اليوم وحيدة في الدنيا. يا له من شعور قاس مؤلم.
إن لي 3 أولاد سترينهم عندما يعودون من الخارج مع المربية، والآن عليك أن تحدثيني بكل ما عندك. بل أريد أن أسمع ما عندك أنت. كلا البداية عليك، لن أسمح لنفسي بالأنانية، ويجب أن أحصر كل تفكيري في معرفة أحوالك. ولكن لابد أن أقول لك شيئا واحدا، لعلك سمعت أن الحظ قد هبط علينا. حقا؟ ماذا حدث؟ تصوري أن زوجي عين مديرا للبنك. زوجك؟ يا للحظ السعيد. مدهش. إن المحاماة مهنة متقلبة، وخاصة عندما يحكم المحامي عن قبول القضايا المريبة، وهي الخطة التي رسمها تورفالد لنفسه لا يحيد عنها، وأنا أوافقه على طول الخط. وإذن فلك أن تتصوري مقدار سعادتنا، ففي بداية العام الجديد يتسلم مهام منصبه في البنك، وعندئذ يقفز مرتبه قفزة هائلة، بالإضافة إلى النسبة التي يتقاضاها من الصفقات التي يعقدها. إن المستقبل يبتسم لنا، سيكون في مقدورنا أن نبدل أسلوب حياتنا ونفعل ما يحلو لنا. أحس كأن عبئا ثقيلا قد انزاح عن أكتافنا، وأننا مقبلون على حياة راغدة هنيئة. يا كريستين كريستين كريستين، ما أجمل أن يستحوذ المرء على كفايته من المال، وأن يبتعد عنه شبح القلق إلى الأبد. نعم، لا شك أن المرء يشعر بالسعادة إذا استطاع أن يحصل على ما يريد. كلا، لا أن يحصل على ما يريد فحسب، بل أن تتوافر لديه أكتاس من المال. نورة، أما عرفت طريق العقل بعد؟ لقد كنت أيام المدرسة عنوان الإسراف والتبذير. هذا ما يسفن به تورفالد الآن، ولكن نورا ليست بالعبط الذي تظنين. فلم نكن حتى اليوم في مركز يسمح لنا بالتبذير، بل كان علي أن أشاطر تورفالد في العمل. أنت أيضا؟ نعم، بين الحين والحين أشغل إبرة، كروشيه، تطريز، إلى آخره. ثم هناك أشياء أخرى أيضا. ولعلك لا تعرفين أن تورفالد تخلى عن وظيفته الحكومية عندما تزوجنا، فلم تكن أمامه فرصة للترقية، وكان عليه أن يسعى إلى زيادة دخله عن ذي قبل، غير أنه أرهق نفسه فوق طاقتها خلال السنة الأولى، إذ جعل نصب عينيه أن يحصل على المال اللازم لنا بشتى الوسائل الممكنة. فراح يعمل ليل نهار، ولكنه لم يقوى على احتمال الجهد المضني، وكانت النتيجة أن أصابه المرض. ونصح له الأطباء بضرورة الاستجمام في الجنوب. بلغني أنكما قضيتما عاما بأكمله في إيطاليا. نعم، وثقي أن الرحيل إلى هناك لم يكن بالمهمة اليسيرة، كان ذلك بعد مولد إيفار بقليل، وأنا لم أبرأ بعد من آلام الوضع تماما، ومع ذلك لم أرى مفرا من السفر. كم كانت ممتعة تلك الرحلة التي أنقذت حياة تورفالد، ولئن كلفت قدرا لا يستهان به من المال. لا جدال في ذلك، بلغت نفقاتها حوالي 250 جنيها، مبلغ ضخم أليس كذلك؟ نعم، وإنه لمن حسن الحظ أن يتوافر لدى المرء في ظرف طارئ كهذا. لا أخفي عليك أننا حصلنا على المبلغ من أبي. في نحو تلك الفترة توفي أبوك فيما أظن. نعم، وتصوري أنه لم يكن بوسعي أن أصهر على رعايته في أواخر أيامي. كنت أنتظر مولد إيفار بين لحظة وأخرى، وكنت بالإضافة إلى ذلك لا أغفل عن مراقبة تورفالد وهو في فراش المرض. يا لأبي المسكين، كان ذلك آخر عهد به. إنني لن أنسى أبدا تلك الفترة القاتمة في حياة زوجي. أعلم مقدار حبك له. وبعدها سافرتما إلى إيطاليا. نعم، كان لدينا المال، وكان الأطباء يصرون على سفرنا، فقمنا بالرحلة بعد مرور شهر على وفاة أبي. وعاد زوجك منها بفائدة؟ بصحة تهد الجبل. ولكن ماذا عن الدكتور؟ دكتور؟ أي دكتور؟ خيل إلي أنني سمعت الخادمة تقدم الزائر الذي وصل ساعة مجيئي على أنه الدكتور. إنه الدكتور رانك. وليس حضوره إلى هنا بحكم المهنة. إنه من أعز أصدقائنا، ونحن نتوقع زيارته مرة على الأقل كل يوم. اطمئني،
منذ عدنا والمرض لا يعرف طريقه إلى تورفالد. والأولاد الأولاد في صحة جيدة مثلي. كريستين ما أجمل الحياة وما ألذ السعادة. ولكن يا لي من أنانية، لم أكف لحظة عن الكلام عن نفسي. أرجوك كريستين لا تغضبي مني. أصحيح أن شعورك نحو زوجك كان مجردا عن الحب؟ لما تزوجته إذن؟ كانت أمي وقتها ما تزال على قيد الحياة، وكانت قاعدة الفراش تفتقر إلى العناية، وكان علي أن أتكفل بشقيقي، فلم يكن من المعقول أن أفكر في الرفض عندما عرض علي الزواج. نعم لعلك على حق، خصوصا أنه كان يملك ثروة لا بأس بها في ذلك الوقت. هذا صحيح، غير أن عمله كان من النوع المتأرجح، فلما مات انهار عمله ولم يبق منه شيء. وبعد؟ تلفت حولي فلم أجد مناصا من النزول إلى معترك الحياة، فالتحقت بالعمل في دكان صغير، ثم انتقلت منه إلى مدرسة صغيرة، وهكذا. إن السنوات الثلاث الأخيرة لتبدو لي كأنها يوم متصل من الكفاح والعمل الشاق. وقد بلغ اليوم منتهى إذ انتقلت أمي إلى جوار ربها، فلم تعد بحاجة إلي، كما توظف شقيقاي فانتهت مسؤوليتي بالنسبة لهما. لعلك تشعرين الآن بالراحة بعد العناء؟ أبدا، كل ما أشعر به هو أن حياتي فارغة بشكل يبعث على الرثاء. لم يبق لي شخص أعيش من أجله يا نورا، لذلك لم أطق الحياة في تلك البلدة النائية، وجئت إلى هنا بأمل العثور على عمل يشغلني ولا يتركني نهبا للأفكار، عمل مستقر كوظيفة كتابية مثلا أو أي شيء من هذا القبيل. ولكن الوظائف الكتابية تتطلب جهدا مرهقا يا كريستين، وهيئتك الآن تنطق بالتعب الشديد. أرى من الأفضل أن تقصدي إحدى المناطق ذات المياه المعدنية. ليس لي أب ينفق على رحلتي يا نورا. لا تغضبي مني يا كريستين. بل أنت التي يجب أن لا تغضبي مني. إن أسوأ ما في موقفي أنه يثير المرارة في النفس، فبينما أصبحت لا أرتبط بأية غاية في الحياة، أراني مضطرة إلى الترصد لكل سانحة تبدر من حولي. إن سنة الحياة أن نعيش، ولهذا نكتسب صفة الأنانية. فعندما أنبأتني بالتحول السعيد الذي طرأ على حياتك، لم يكن سروري من أجلك بقدر ما كان من أجل نفسي. ماذا تعنين؟ فهمت، تقصدين أنه ربما كان في وسع تورفالد أن يجد لك عملا؟ نعم، هذا ما رميت إليه. اطمئني يا كريستين، اتركي الأمر لي، سأترك الموضوع بلا باقة وأتودد إليه بما يسره. يسعدني أن أتمكن من مساعدتك. كريم منك هذا الشعور نحو يا نورا، ويضاعف أثره لدي قلة خبرتك بالحياة وما تنوء به من مشاكل ومتاعب. قلة خبرتي أنا؟ عزيزتي، تدبير شؤون البيت وما شابه ذلك من المعضلات لا يعد شيئا يذكر. إنك طفلة يا نورا، لا يحق لك أن تتخذي مني موقف العظمة. حقا؟ أنت كالآخرين، كلكم ترون أنني لا أقوى على مواجهة أي أمر جدي. لا داعي لكل هذا، وأنني لم أمر بأية تجربة قاسية في هذه الحياة الحافلة بالتجارب. ولكن ألم تسردي علي جميع متاعبك منذ هنيهة يا عزيزتي نورا؟ تلك أمور تافهة، لم أكشف لك عن الأمر العظيم. الأمر العظيم؟ ماذا تقصدين؟ إنك تستهلين بي يا كريستين، ولكن لا حق لك في هذا. أولست تحسين في أعماقك بالفخر من أجل جهادك الطويل الشاق في سبيل أسرتك؟ أنا لا أستهين بأي مخلوق، غير أن هذا لا يحول دون إحساس الدفين بالفخر والرضا، إذ أتيحت لي الفرصة لكي أحيط أمي في أخريات أيامها بأسباب الراحة والهناء. وإنه لا يملأك فخرا كذلك ما استطعت أن تزديه من صنيع لأخويك؟ أوليس هذا من حقي على نفسي؟ صحيح، إذن فاسمعي، أنا أيضا يحق لي أن أحس بالفخر والرضا. لا شك عندي في ذلك، وإن كنت لا أعرف ما ترمين إليه. أخفضي صوتك، وإلا تناهى كلامنا إلى سمع تورفالد،
وهذا ما لا يجب أن يحدث. لا يجب أن يعلم الحقيقة أي إنسان على ظهر الأرض سواك أنت يا كريستين. وما هي هذه الحقيقة؟ تعالي تعالي هنا، سأطلعك على السر الذي أستمد منه إحساسي بالفخر والرضا. أنا التي أنقذت حياة تورفالد. أنقذت حياته؟ كيف؟ حدثتك عن رحلتنا إلى إيطاليا، وهي رحلة كان يتوقف عليها شفاء تورفالد من مرضه، ولو لم نقم بها لما كتبت له النجاة. ولكن الفضل في هذا لأبيك الذي تطوع بالمال اللازم للرحلة. نعم، هذا ما يظنه تورفالد ويظنه الجميع أيضا. ولكن لم نحصل من أبي على بنين واحد. أنا التي جئت بالمال. أنت؟ كل ذلك المبلغ الضخم؟ 250 جنيها. ما رأيك الآن؟ كيف تمكنت من الحصول على مثل هذا المبلغ يا نورة؟ هل ربحت تذكرة يا نصيب؟ تذكرة يا نصيب؟ وهل يكون لأحد فضل في ذلك؟ أين حصلت على المال إذن؟ لا أظن أنك حصلت عليه بطريق الاستدانة. ولم لا؟ لا يخول القانون للزوجة أن تعقد قرضا بدون موافقة زوجها. أما إذا كانت الزوجة تفهم في فن الصفقات المالية وكانت على شيء من الذكاء وسعة الحيلة. لست أفهم. لا داعي، فلم أقل إنني استدنت المبلغ. ولعلي حصلت عليه بطريق آخر. ماذا؟ أليس من الجائز أن يكون قد أتاني من أحد المعجبين عندما تكون المرأة جذابة مثلي؟ جنون مطبق. أتعرفين يا كريستين أنك نهب لحب الاستطلاع؟ اسمعي عزيزتي نورة، إن تصرفك فيما أرى ينطوي على شيء من الحماقة. أمن الحماقة أن أنقذ حياة زوجي؟ حماقة أن يتم ذلك دون علم منه، أن يحدث كان الظرف يقضي ألا يعلم شيئا عن الموضوع. ألا تدركين أنه كان مريضا ولم يكن ينبغي أبدا أن يتنبه إلى خطورة حالته؟ لقد جاءني الأطباء وقتها وأصروا إلي بأن حياته مهددة، وأن الأمل الوحيد في نجاتي هو الإقامة في الجنوب. وعندئذ لم أتوانى عن تحقيق تلك الغاية، وانتصرت لفكرة السفر كأنها صادرة عن مجرد رغبة مني. فحدثته باشتياقي إلى السياحة كغير من النساء، وحاولت معه الدموع والتوسلات، وذكرته بما يجب عليه نحوي وما ينبغي أن يعاملني به من رفق وتسامح، بل أشرت إليه من طرف خفي أنه يستطيع اقتراض المبلغ اللازم. ولكن ذلك لم يزده إلا تألما، ووصفني بحب الذات، وقال إن من واجبه كزوج ألا ينقاد لأهوائي ونزواتي. ولكني لم أيأس، وقررت أن أعمل على إنقاذ حياتي مهما تكن الظروف. وهكذا أفلحت في تدبير مخرج من المعضلة. ألم يتصل بأبيك بعدها فيعلم أن المبلغ لم يأتي منه؟ كلا، توفي والدي حينذاك، وكان في نيتي أن أطلع أبي على السر وأطلب إليه أن يبقيه طي الكتمان، بيد أن المرض لم يمهله فلم تسنح الفرصة. ومنذ ذلك الحين لم تكشف السر لزوجك؟ أبدا. كيف وهو الرجل الذي لا يستسيغ مثل هذه الأمور؟ ثم إن تورفالد بما له من اعتداد بكرامتي واعتزاز برجولتي لابد أن يحس بتصدع مؤلم في كبريائي إذا تبين له أنه يدين لي بشيء ما، وعندئذ تنهار العلاقة التي تربط بيننا من أساسها، وتنقلب حياتنا الزوجية السعيدة إلى شيء آخر لا يمت بصلة إلى هذا الحاضر المشرق. أفي نيتك ألا تكشفي له عن الحقيقة أبدا؟ ربما في يوم من الأيام بعد عدد من السنين عندما يذوي جمال. لا تسخري مني، أعني عندما يفتر حبه لي وأفقد بعد ما لي من تأثير عليه، فيضيع رنين الضحكات ويتبدد سحر الثياب ويتلاشى وقع الكلمات. عندئذ تظهر فائدة ادخار شيء كهذا. كلام فارغ، لن يحل مثل ذلك اليوم. والآن ما رأيك يا كريستين في هذا السر الهائل الذي أطويه بين ضلوعي؟ أما زلت عند رأيك في أني طفلة لا نفع فيها؟
أؤكد لك أن هذا الموضوع يسبب لي سلسلة لا حد لها من المتاعب، فلم يكن من السهل علي أن أفي بتعهداتي في مواعيدها. وهنا أحب أن أنبهك إلى أن في ميدان الأعمال شيئا اسمه الربح المركب، وشيئا آخر اسمه التسديد على أقساط، وكل منهما لا يقل عن الآخر ثقلا في الدم. أجل، كان علي أن أوفر القرش على القرش كل ما استطعت. لم أكن أستطيع الادخار من حساب البيت لأن تورفالد يحب أن يرى مائدة الطعام عامرة بما لذ وطاب، وليس مما تقبله نفسي أن أحرم الأولاد مما يشتهون لكي أدخر شيئا من مصروفهم، بل إني لأنفق عليهم كل مليم يعطينيه تورفالد من أجلهم. لم يبق إذن إلا مصروفك الخاص. بالضبط، ألم يكن كل ذلك من تدبيري؟ كنت كلما أعطاني تورفالد نقودا لشراء ما أحتاجه من ثياب جديدة لم أنفق أكثر من نصفها، كنت أشتري أبسط الأصناف وأرخصها، وإنها لنعمة من السماء أن يناسبني أي نوع من الثياب، مما جعل تورفالد لا يلحظ شيئا. ولا يخفى عليك ما في كل هذا من مشقة وضيق، فليس أحب إلى قلب المرأة من ثوب أنيق غال. تمام. ثم سعيت إلى طرق أبواب أخرى لكسب المال، ففي الشتاء الماضي أسعدني الحظ بالحصول على مهمة لنسخ مجموعة من الأوراق، فحبست نفسي وعكفت على الكتابة حتى ساعة متأخرة من الليل، وكثيرا ما كان يحل بالتعب، ولكني كنت أجد لذة كبرى في العمل والكسب، وكأنني لا أختلف عن الرجال. وكم سددت من المبلغ بهذه الطريقة حتى الآن؟ لا أعلم على وجه التحديد. ماذا؟ ولا يخفى عليك أن صفقة من هذا النوع لا يسهل الإلمام بجميع دخائلها، كل ما أعلمه أنني لم أتوانى عن دفع كل بنس أفلح في اصطياده، وما أكثر المرات التي تعقدت فيها الظروف معي. وعندها كنت أختلي بنفسي في هذه الغرفة وأحلم بأن عجوزا فانيا تدلها في حبي. ماذا؟ من يكون؟ ثم أدركه الموت، ولما فتحت وصيته طلع فيها بخط واضح كالشمس كلمات الشيخ الراحل: أترك لمدام نورا هيلمر التي سبتني بجمالها الأخاذ كل ممتلكاتي من بعدي، على أن تدفع لها قيمتها بالنقد فورا. من يكون ذلك الشيخ المتصابي يا عزيزتي؟ رباه، ماذا أصاب نباهتك؟ لم يكن للشيخ أي وجود على الإطلاق، كان من وحي خيالي. أتصور وجوده عندما تغلق جميع المنافذ في وجهي وأختلي بنفسي، ولكن الحال يختلف الآن، وقد أطلقت يدي من ذلك العجوز الكئيب. فليكتب وصيته لمن يشاء، لقد انتهت همومي إلى غير رجعة. يا إلهي يا إلهي، يا لها من حياة لا هموم ولا مشاكل، ما أجمل أن يتخلص الإنسان من أثر الأحمال الثقيلة نهائيا وقطعيا. الآن أستطيع أن أمرح مع الأطفال حرة طليقة، وأن أطفي على البيت ذلك الرونق الذي يدخل السرور على نفس تورفالد. ثم هناك أيضا يا كريستين، هناك ما هو أجمل وأبدع، فالربيع يقترب ولن تلبث السماء أن تكتسب زرقتها الصافية، وليس لي بعيد أن نقوم عندئذ برحلة قصيرة. نعم نعم يا كريستين، ليس منظر البحر ببعيد المنال، ما أروع الحياة في جو سعيد. جرس الباب، يستحسن أن أنسحب. لا 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 تذهبي، فلن يأتي أحد هنا، لابد أنه من أجل تورفالد. لا مؤاخذة يا سيدتي، بالباب ضيف يطلب سيدي، ولما كان مشغولا مع الدكتور. من يكون؟ أنا مدام هيلمر. نيس كروكشتات. أنت؟ ماذا جد؟ فيما تريد مقابلة زوجي؟ في بعض الأمور التي تتعلق بالبنك تقريبا، إنني موظف صغير بالبنك، وقد سمعت أن زوجك سيكون رئيسا لنا، ولهذا جئت. عمل لا أكثر ولا أقل يا مدام هيلمر، مسألة عمل. تفضل إلى المكتب إذا سمحت. بدأت النار تغبو في المدفأة،
نورا، من ذلك الرجل؟ محامي اسمه كروكشتاد. إذن فلم أخطئ الظن. تعرفينه؟ كنت فيما مضى منذ سنوات عدة، كان في يوم من الأيام كاتب محام ببلدتنا. هذا صحيح. لقد تغير كثيرا. لعل مرد ذلك إلى أنه لم يكن موفقا في زواجه. لقد توفيت زوجته فيما أعلم. نعم، تاركة له ذرية كبيرة. هكذا يجب أن تشتعل النار. يقال إنه يباشر العمل في وجوه مختلفة. حقا؟ ربما، لا علم لي. أوه، كفانا انشغالا بمثل هذه الموضوعات، فإنها ثقيلة الظل. لا يا عزيزي، لن أتطفل عليكما، وأفضل لدي أن أمضي الوقت مع السيدة زوجتك. لا مؤاخذة، الظاهر أنني أتطفل عليكما أيضا. كلا مطلقا. دكتور رانك، مدام ليند. لقد سمعت اسم مدام ليند يذكر أكثر من مرة في هذه الدار. أظن أنني مررت بك على السلم عند حضوري يا مدام ليند. نعم، إنني أصعد السلم ببطء كبير لما يسببه لي من تعب. هل مرجع ذلك إلى شيء من الضعف الداخلي؟ كلا، أعتقد أنه نتيجة للإرهاق في العمل في الأيام الأخيرة. بسيطة، وإذن فقد جئت طلبا للراحة والاستجمام في بلدتنا. لقد جئت بحثا عن عمل. أبهذا تعالجين الإرهاق في العمل؟ لا بد لنا من وسيلة للعيش يا دكتور رانك. نعم، يخيل إلي أن الرأي السائد يتجه إلى اعتبار ذلك ضرورة لا بد منها. اسمع يا دكتور رانك، لن تنكر أنك تحب الحياة. بكل تأكيد، مهما بلغت مصائبي تسيطر علي الرغبة في إطالة الزمن بعسره وشقائه إلى أقصى حد ممكن. كل زبائني من هذا الطراز، وكذلك جميع ذوي النفوس المريضة. لقد تركت عينة من ذلك الصنف مع هيلمر. من تعني؟ محاميا يدعى كروغشتاد، ألا تعرفين عنه شيئا؟ إنه إنسان مصاب من حلال خلقي يا مدام هيلمر، ولم يكد يفتح فمه حتى أخذ يردد هو الآخر أهمية حقه في الحياة. حقا؟ ماذا جاء يطلب من تورفالد؟ لا أدري، كل ما سمعته أن الموضوع يتصل بالبنك. لم أكن أعلم أن ما اسمه؟ كروتشتاد. على علاقة بالبنك. بل إنه يؤدي وظيفة في أحد الأقسام. ترى هل صادفت في حياتك أنت أيضا يا مدام ليند ذلك النوع من الناس الذين يندفعون في حمية منقطعة النظير للبحث عن مواطن الفساد في الخلق، حتى إذا اهتدوا إلى شخص عفن بادروا إلى وضعه في مركز رفيع خلاب حيث يستطيعون مراقبته والتطلع إليه؟ وهكذا لا يحظى أصحاب النفوذ الكريمة بغير الإهمال. مهما يكن، فمن رأيي أن المرضى هم أحوج الناس إلى الرعاية. أرأيتي؟ هذا الاتجاه هو الذي يجعل من مجتمعنا شيئا أشبه بالمستشفى. ماذا يضحكك من كلامي؟ أتعرفين ما هو المجتمع؟ ما لي أنا والمجتمع بعقده ومشاكله، إنما يضحكني شيء آخر، شيء مسل للغاية. قل يا دكتور رانك، هل جميع موظفي البنك يخضعون الآن لرئاسة تورفالد؟ أهذا ما تجدينه شيئا مسليا للغاية؟ هذا شأني. ما أروع أن تكون لنا أن تكون لتورفالد مثل هذه السيطرة على جمع كبير من الناس. والآن ما رأيك في قطعة من البسكويت يا دكتور رانك؟ بسكويت؟ أوليس محرما في هذا البيت؟ صحيح، ولكن هذه هدية من كريستين. مني أنا؟ ولا داعي للجزع، أنا لك أن تعرفي أن تورفالد يحرمه علي بحجة أنه يفسد أسناني. مرة في الألف لن تضر، أليس كذلك يا دكتور رانك؟ خذ هذه يا دكتور. شكرا. واحدة لك أنت أيضا يا كريستين. شكرا. وأنا واحدة صغيرة جدا. أو على الأكثر اثنتين. ما أحلى الدنيا. إنه قادم، إنه قادم. عزيزي تورفالد، تخلصت منه؟ نعم، لقد خرج. اسمح لي أن أقوم بواجب التعارف. هذه كريستين، وقد وصلت هنا اليوم فقط. كريستين؟
أرجو المعذرة، لست أذكر بالضبط أنني مدام ليندي عزيزي، كريستين ليند. طبعا طبعا، صديقة قديمة لزوجتي من أيام الدراسة، أليس كذلك؟ نعم، منذ ذلك الحين. تصور أنها جاءت من آخر الدنيا خصيصا لتتحدث إليك. لتتحدث إلي؟ هذه مبالغة، الواقع أنني جئت. إن كريستين ماهرة في مسك الدفاتر، وهي تتمنى العمل تحت رئاسة شخص ضليع لتستفيد من خبرتي وترفع مستواها. تفكير سديد يا مدام لين. وما أن سمعت نبأ تعيينك مديرا للبنك، لقد طير النبأ بالبرق كما تعلم، حتى حزمت أمرها وقررت السفر إلى هنا في الحال. وإني واثقة يا تورفلد أنك لن تتوانى عن مساعدة كريستين بكل ما في وسعك. قل نعم قل نعم قل نعم. أظن أننا لن نجد صعوبة كبيرة في ذلك. لديك طبعا بعض الخبرة في مسك الدفاتر يا مدام لين. خبرة لا بأس بها. من الجائز جدا أن أتمكن من إيجاد عمل ملائم لك. ألم أقل لك؟ لقد جئت في لحظة مناسبة يا مدام لين. إني عاجزة عن الشكر. أرجوك، غير أني أستميحك اليوم عذرا، لا بد أن أخرج الآن. لحظة من فضلك، سآتي معك. لا تتأخر يا عزيزي تورفل. ساعة على أكثر تقدير. أتنوين الانصراف أنت أيضا يا كريستين؟ نعم، يحسن بي أن أذهب للبحث عن غرفة. فلنخرج معا إذن. يؤسفني أن مسكننا صغير يا كريستين، ومن العسير أن نستطيع. أرجوك لا تفكري في هذا الموضوع. إلى اللقاء يا عزيزتي نورا، إلى اللقاء. وشكرا جزيلا. إلى اللقاء. ولا لزوم لأن أشدد عليك بضرورة الحضور في هذا المساء للاحتفال معنا، وأنت كذلك يا دكتور رانك. إذا كنت بصحة جيدة. ماذا تقول؟ إذا كنت ما تزال بصحة جيدة، يجب أن تحتفظ بصحتك جيدة للمساء. احذر البرد. لا أعتقد أن الحذر ينفع في مثل هذه الأحوال. أنت تبالغ. أنت تبالغ. يا كريستين، أليس آية في الظهر؟ هيا بنا يا مدام لين. هيا بنا يا مدام لين. نعم، أين يدي ليدي يا مارو؟ لقد أفادكم الهواء المنعش كثيرا. ما أحلى هذه الخدود المتوردة وكأنها التفاح. ماما، لقد أخذ مني إيفر الكرة. إنها كرتي أنا يا ماما. لا، كرتي أنا. هل قضيتم وقتا طيبا؟ نعم. مدهش ماما. لقد دفعت إيمي وبوب على الزحافة اليوم. ماذا؟ دفعت إيمي وبوب على الزحافة؟ الاثنين معا؟ برافو، رائع. أنت ولد شاطر جدا يا إيفر. دعيني أحملها قليلا يا آل. تفضل يا سيدي. إيمي تعال يا عروستي الحبوبة. مين يا ماما؟ يا عروستي. عروستي الحبوبة. سترقص ماما مع بوب أيضا. ماما، كلنا ترامى بكرات الجليد. ماذا؟ لعبتم بكرات الجليد؟ ليتني جئت معكم. هيا يا أولاد، لابد أن أغير لكم ملابسكم. كلا سأغير لهم ملابسهم بنفسي الآن. أرجوك، إنني أجد لذة كبيرة في ذلك. اذهبي أنت، فإنك ترتجفين من البرد، تجدين بعض القهوة الساخنة على الموقف. حسن يا سيدتي. ماما، لقد جرى ورائي كلب ضخم. حقا؟ جرى وراءك كلب ضخم الجثة؟ ولكنه لم يعضك. ولكنه لم يعضني. برافو. إن الكلاب لا تعض الأولاد الظرفاء. ماذا أحضرت لنا من الهدايا يا ماما؟ كفاك تأملا في النفائس يا إيفا. ماذا بداخلها يا ماما؟ ماذا بداخلها؟ طبعا تريد أن تعرف. هدايا جميلة. كلا، بداخلها أشياء كئيبة المنظر. تعال نلعب معا. الاستغماية. نعم. ماذا؟ الاستغماية؟ نعم. لنلعب الاستغماية. ليختبئ بوب أولا. اختبئ أنت أولا يا ماما. أنا الأول؟ كما تشاءون. سأختبئ أنا أولا. لا، هذا غش، لا تنظروا. استنوا جميعا حتى أختبئ. هل نبدأ البحث؟ لا، ليس الآن، انتظروا. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟
يا مدام هيلما. أنت ماذا تريد؟ معذرة، كان الباب الخارجي مواردا، لعل أحدهم نسي أن أغلقه. إن زوجي في الخارج يا سيد كروكشتات. أعلم ذلك. ماذا تريد إذن؟ كلمة معك. معي؟ اذهبوا إلى المربية. ولكن ستبقين معه وحدك يا ماما؟ ماذا؟ كلا، إن الزائر الغريب لن يؤذي ماما. هيا سنعاود اللعب عندما يخرج. حسن، هيا يا إيفار. هيا هيا. تريد الكلام معي؟ نعم. اليوم؟ لم يحل أول الشهر بعد. صحيح، إنها ليلة عيد الميلاد، والأمر موكول لك لتقرير نوع العيد بالنسبة لكم جميعا. وماذا تعني؟ مستحيل أن أقدم اليوم. لن نشير إلى هذا الموضوع قبل الأوان، المسألة تتعلق بشيء آخر، فهل لي أن أطمع في لحظة من وقتك؟ نعم نعم، ولو أني. عظيم عظيم. كنت جالسا بمطعم أولسن عندما شاهدت زوجك في الشارع. وبعد؟ وكانت برفقته سيدة. وبعد؟ هل لي أن أسأل إن كانت هذه السيدة هي مدام ليند؟ أصبت. وصلت من السفر في التو؟ نعم اليوم. إنها صديقة حميمة لك، أليس كذلك؟ هو ما تقول، ولكني لا أدري. كنت ماذا؟ على معرفة بها أنا أيضا في يوم من الأيام. أدرك ذلك. حقا؟ إذن فأنت تعرفين القصة كلها. هذا ما دار بخاطري. هل لي في هذه الحالة أن أسألك في غير لف أو دوران، ما إذا كانت النية تتجه إلى استخدام مدام ليند في البنك؟ بأي حق تسألني يا سيد كروكشتات، وأنت لا تعد كونك موظفا صغيرا تحت إمرة زوجي؟ وعلى أي حال، ما دمت قد وجهت السؤال فلن تعدم الجواب. نعم، سوف تلتحق مدام ليند بالعمل في البنك. والفضل في تعيينها يرجع إلى وساطتي أنا، إذا كان يهمك أن تعرف ذلك. لم أخطئ في ظني إذن. يحدث أحيانا أن يكون للإنسان بعض النفوذ، لا فرق في هذا بين رجل وامرأة، وعندما يكون شخص ما في منصب المرؤوس يا سيد كروكشتاد، يحسن به أن يتحاشى الإساءة إلى من من يكون ذا نفوذ. تماما. مدام هيلمر، أرجو أن تستغلي نفوذك لصالحي. ماذا؟ ماذا تعني؟ أرجو أن تعملي على احتفاظي بوظيفتي كمرؤوس في البنك. ماذا تقصد بذلك؟ هل فكر أحدهم في الاستيلاء على وظيفتك؟ لا داعي للمضي في التظاهر بالجهل. إنني واثق أن صديقتك لم تأتي ساعية إلى استثارتي والاحتكاك بي، وعلى هذا فإن مسؤولية فصلي من وظيفتي تقع على عاتق آخر. أؤكد لك أن جائز. فلننتقل إلى صلب الموضوع مباشرة. لقد جاء الوقت الذي أسديك فيه النصيحة باستخدام نفوذك للحيلولة دون وقوع ذلك التصرف. ولكن لا نفوذ لي يا سيد كروكشتاد. حقا؟ خيل لي أنني سمعتك تقولين منذ لحظة. لم يدر بخلدي بالطبع أنك ستحمل كلامي على غير معناه. أنا ماذا يحملك على الظن بأن لي كل هذا النفوذ عند زوجي؟ أنا أعرف زوجك من أيام الدراسة، ولا أظنه أمنع من غيره من الأزواج. إذا تفوهت بأي كلمة أخرى في حق زوجي فلن أتردد في طردك من البيت. أنت جريئة يا مدام هيلمر. لم يعد بي أي خوف منك، ولن يحل العام الجديد حتى أكون قد نفضت يدي من الحكاية بأسرها. اسمع يا مدام هيلمر، إذا اقتضت الضرورة فإني مستعد للكفاح من أجل منصبي الحقير في البنك، كفاحي من أجل الحياة. هذا ما يبدو لي. وليس ذلك بسبب المرتب، فإنه لا يستحق الذكر، وهو آخر ما أفكر فيه، وإنما لسبب آخر ولست أرى غضضة في أن أصرح لك به. المسألة تتلخص كما تعرفين ولا شك، وكما يعرف الجميع، في أنه حدث ذات مرة منذ عدة سنوات أن وقعت مني هفوة. أظن أنني سمعت شيئا من هذا القبيل. ومع أن الموضوع لم يبلغ ساحة القضاء، إلا أن جميع الأبواب سدت في وجهي على أثر الحادث، فكان أن لجأت إلى الاشتغال بالعمل الذي تعرفين كرها في التعطل والخمول، وأعتقد صراحة أنني لم أكن أسوأ من غيري في هذا المضمار، وأراني الآن مضطرا إلى الكف نهائيا عن ذلك الضرب من المعيشة، فقد كبر أولادي ويجب أن أبذل قصارى جهدي من أجلهم لاسترداد ما فقدت من احترام الناس في هذه البلدة.
وقد كانت وظيفتي في البنك أشبه بالخطوة الأولى في السلم، ثم يأتي زوجك ليدفعني بقدمه ويزج بي في الوحل مرة أخرى. ثق يا سيد كروكشاد أنني لا أملك مساعدتك. لا رغبة لك في مساعدتي، ولكنني أعرف كيف أرغمك. لا أظنك تنوي التصريح لزوجي بحقيقة ديني لك. لنفرض أنني سلكت هذا السبيل، يكون تصرفك مجردا عن الشهامة. أن يعرف السر الذي أطويه بين جوانحي والذي بقي مبعث نشوتي وافتخاري بهذه الطريقة الجافة الشوهاء، وأن يعرفه منك أنت، لأجدن نفسي عندئذ في موقف سيء. سيء فقط؟ افعل إذن وسينالك من الأذى نصيب أكبر. سيرى زوجي أي نوع وضيع من الرجال أنت، فتفقد منصب البنك الذي تتمسك به. لقد سألتك ما إذا كانت مخاوفك تنحصر في الموقف السيء الذي ينجم عن التصريح بالحقيقة لزوجك. إذا علم زوجي بالحقيقة فإنه بطبيعة الحال سيدفع لك جميع ما تبقى من الدين، وبهذا نتخلص منك نهائيا. اسمع يا مدام هيلمر، إما أن ذاكرتك ضعيفة جدا، وإما أن درايتك بدنيا الأعمال ضئيلة للغاية، وعليه أحب أن أنبهك إلى بعض التفاصيل. ماذا تعني؟ عندما مرض زوجك أتيت إلي لاقتراض مبلغ 250 جنيها. لم أكن أعرف شخصا آخر أتوجه إليه، فوعدتك بالحصول على المبلغ. وكنت عند وعدك. وعدتك بالحصول على المبلغ بشروط معينة، كان بالك مشغولا بمرض زوجك، وكنت في لهفة للحصول على المال اللازم للرحلة، حتى أنك كما يظهر لم تلقي أي اهتمام إلى الشروط التي تضمنتها الصفقة، ولهذا لن نخسر شيئا إذا أنا ذكرتك بها. والآن لقد وعدتك بالحصول على المبلغ بموجب كمبيالة حررتها بنفسي ووقعت عليها أنا. عظيم، وتحت توقيعك وردت فقرة تنص على أن يكون أبوك ضامنا لك، وكان المفروض أن يذيل أبوك تلك الفقرة بتوقيعه. كان المفروض، لقد وقعها بالفعل. وكنت قد تركت موضع التاريخ خاليا ليكتبه والدك بنفسه عند توقيع الكمبيالة، أتذكرين؟ نعم أظن أني أذكر. ثم أعطيتك الكمبيالة لإرسالها إلى أبيك بالبريد، صحيح؟ نعم. وظاهر أنك أرسلتها على الفور، لأنك جئت إلي بها بعد 5 أو 6 أيام موقعا عليها من أبيك، وعندئذ ناولتك المبلغ. أولم أقم بالتسديد بانتظام؟ نعم تقريبا، ولكن لنعد إلى موضوعنا. أظن أن تلك الفترة كانت مرحلة عصيبة بالنسبة لك يا مدام هيلمر. عصيبة حقا. كانت وطأة المرض قد اشتدت على أبيك فيما أظن. كان أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، ولم يلبس أن مات بعدها بقليل. نعم. أخبريني يا مدام هيلمر، أتذكرين اليوم الذي توفي فيه والدك؟ أعني أي يوم من أيام الشهر؟ توفي والدي في 29 من شهر سبتمبر. مضبوط، لقد تحققت من ذلك التاريخ بنفسي، وبناء عليه يكون في المسألة شيء من التناقض لا أستطيع تفسيره. أي تناقض؟ لست أدري ماذا تريد. هذا التناقض يا مدام هيلمر يتلخص في أن أباك وقع على الكمبيالة بعد 3 أيام من وفاته. ماذا تعني؟ لست أفهم. لقد توفي أبوك في 29 من شهر سبتمبر، ولكن الوثيقة تقول إنه ذيل توقيعه بتاريخ 2 أكتوبر، وهو تناقض لا يستقيم مع المنطق، ألا توافقينني على ذلك؟ ومما يلفت النظر أن التاريخ لم يكتب بخط أبيك، وإنما بخط مألوف لدي أعرف صاحبه. هذه مسألة يمكن تبريرها على أي حال، فمن الجائز أن يكون أبوك نسي كتابة التاريخ سهوا فوضعه شخص آخر لم يكن قد بلغه خبر الوفاة، ولا ضرر في ذلك. كل ما يهم هو التوقيع في حد ذاته، وأظنه صحيحا يا مدام هيلمر، أليس كذلك؟ إنه والدك الذي كتب التوقيع بخط يده على هذه الكمبيالة، أليس كذلك؟ كلا، أنا التي كتبت توقيع والدي.
أتدركين خطورة هذا الاعتراف؟ من أي وجهة؟ ألن تحصل على نقودك كاملة؟ أحب أن أسألك، لما لم ترسلي التمبيالة إلى أبيك؟ كان ذلك مستحيلا لاشتداد المرض عليه، ولو طلبت إليه التوقيع لكان علي أن أبين له السبب الذي أريد النقود من أجله، ولم يكن من المعقول أن أخبره وهو يعاني من وطأة المرض بالخطر الذي يحدق بحياة زوجي. محال محال. ربما كان من الأفضل بالنسبة لك لو كنت عادلت عن القيام بتلك الرحلة. مستحيل مستحيل أن أجد في الرحلة الأمل الوحيد لإنقاذ حياة زوجي ولا أقوم بها، مستحيل. ألم يطف ببالك أنك اتبعت معي وسيلة من وسائل الاحتيال؟ لم يكن ذلك ليثنيني عن عزمي، فلم أعبأ بتلك الصغائر وأنت من بينها، ولم أكن أحتمل ذلك لما وضعته أمامي من عراقيل قاسية، رغم علمك بما تنطوي عليه حالة زوجي من خطورة بالغة. يبدو يا مدام هيلمر أنك لا تدركين كنها الفعلة التي أقدمت عليها. أؤكد لك أن هفوتي السابقة التي خسرت بسببها حسن سمعتي إلى الأبد لم تكن تزيد في قليل أو كثير عما ارتكبته أنت. أنت؟ أو تريد مني أن أعتقد أنك تسلحت بالشجاعة في يوم من الأيام لتنقذ حياة زوجتك؟ القانون لا يهتم كثيرا بالدوافع. إذن فهو قانون ساذج. سواء أكان ساذجا أم لا فهذا لا يمنع كونه القانون الذي ستحاكمين بمقتضاه عندما أبرز هذه الوثيقة في ساحة القضاء. هراء، ألا يحق للابنة أن تجنب أباها المشاغل والمضايقات وهو يعالج سكرات الموت؟ ألا يحق للزوجة أن تنقذ حياة زوجها؟ لست أعرف الكثير عن القانون، ولكني واثقة من وجود قوانين تسمح بمثل هذه الأحوال. جدير بك أن تعرف تلك القوانين وأنت المشتغل بالمحاماة. إنك محام قليل الدراية يا سيد كروكشتاد. ربما، ولكن هذه الحالة بالذات أفهمها جيدا، والصفقة التي أبرمت بيننا لم تغب ملابساتها عني. وعلى أي حال الأمر بين يديك، ففعلي ما يحلو لك، ولكن ثقي أنني لو فقدت مركزي في البنك للمرة الثانية فستفقدين مركزك معي أنت أيضا. طاب مساؤك يا مدام هيلمر. كلام فارغ، مجرد محاولة لإخافتي، لست بلهاء كما يظن. ومع ذلك لا 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 لا، مستحيل مستحيل، لقد فعلت ما فعلت بدافع من الحب. ماما خرج الضيف الغريب من البوابة. نعم أعرف ذلك، ولكن لا تخبروا أحدا بمجيء الضيف الغريب، ها؟ حتى ولا بابا. حاضر، هل نعود إلى اللعب يا ماما؟ لا لا ليس الآن. هو لكنك وعدتينا يا ماما. صحيح، لنؤجل اللعب إلى وقت آخر. أريد أن ألعب معك يا ماما. هيا هيا اذهبوا من هنا، لدي أعمال كثيرة جدا. هيا 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 إلى غرفتكم يا أطفال الأعزاء. حاضر يا ماما. طاب مساءك يا ماما. طاب مساءك يا حبيبي، طاب مساءكم جميعا. والآن فلأفض هذه النفايات. لا 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 مستحيل مستحيل. هلن هلن هاتي الشجرة. لا 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 مستحيل مستحيل. أين أضعها يا سيدتي؟ هنا في منتصف الغرفة. هل تريدين شيئا آخر يا سيدتي؟ لا لا شكرا، لا شيء. والآن فلأزين الشجرة. شمعة هنا وقليل من الورد هنا. يا لجرأة الرجل. كلام فارغ، الحكاية في منتهى البساطة. ستبدو الشجرة آية في الروعة. سأبذل قصارى جهدي في سبيل رضاك يا تورفالد. سأغني من أجلك وأرقص من أجلك. أعدت هكذا سريعا يا تورفالد؟ نعم. ألم يأتي أحد؟ هنا؟ كلا. عجيب، لقد لمحت كروكشتاد خارجا من البوابة. صحيح، نعم نسيت، جاء كروكشتاد في لحظة عابرة. نورا،
يبدو من مظهرك أنه جاء إلى هنا يستعطفك أن تشفعي له بكلمة طيبة. هذا صحيح. وكان في نيتك أن تتظاهري بالانتصار له من تلقاء نفسك وأن تخفي عني أمر مجيئه إلى هنا، ألم تكن هذه أيضا مشورته؟ نعم يا تورفلد، ولكن نورا، أتقبلين على نفسك التضامن في أفعال من هذا القبيل؟ أترتضين الاتصال برجل من هذا النوع والارتباط معه بوعد أيا كان ثم تزيدين الإساءة بالكذب؟ بالكذب؟ ألم تنكري مجيء أحد إلى هنا؟ يجب على بلبلة الصغيرة ألا تعاود الكرة، إن البلبل لا يغني إلا لحنا صادقا ولا يصدر عنه نغم النشاز، أليس كذلك أم ليس كذلك؟ لن نتحدث في هذا الأمر بعد الآن. الجو هنا دافئ لذيذ. تورفالد، نعم، إنني أتطلع بشغف إلى الحفلة التنكرية التي سيقيمها ألستنبورغ بعد غد، وأنا لا أقل عنك شغفا لمشاهدة الثوب الذي تنوين مفاجأتي به. الواقع أنني تهورت في هذه الناحية أكثر من اللازم. يعني؟ لا أستطيع الاهتداء إلى فكرة طيبة، وكل الأفكار التي خطرت لي إلى الآن إما سخيفة أو تافهة. هذا هو الاكتشاف الذي توصلت إليه يا عزيزتي نورة؟ أمشغول جدا يا تورفالد؟ بين ما كل هذه الأوراق؟ مسائل تتعلق بالبنك. هكذا بسرعة؟ عندي تفويض من المدير السابق بإدخال ما تستدعيه الضرورة من تعديلات على الموظفين وعلى طريقة سير العمل، وأريد أن أستغل فرصة عطلة العيد لتحضير اللازم حتى تستقر الأمور في بداية العام الجديد. لهذا أوجس المسكين كروكشتاد. ماذا تقولين؟ لو لم تكن مشغولا جدا لطلبت منك خدمة عظيمة يا تورفالد. ما هي؟ هيا أخبريني. إن لك ذوقا هائلا في كل شيء، وأنا أود أن يكون مظهري ممتازا في الحفلة التنكرية، فما رأيك يا تورفالد في أن تأخذ المهمة على عاتقك أنت وتقرر لي ثوب التنكر الذي يناسبني؟ آها، غرقت السيدة العنيدة في شبر ماء وصرخت تطلب النجدة. تماما يا تورفالد، لا أدري كيف أتصرف بدون. حسنا، سأفكر في الموضوع ولابد أن نصل إلى حل. ما ألطفك، ما أجمل الورد الأحمر، انظر. ولكن قل لي، أكانت الغلطة التي ارتكبها كروكشتاد بشعة جدا؟ لقد زور اسم شخص آخر. أليس من المحتمل أن تكون الحاجة هي التي دفعته إلى ذلك؟ محتمل، وإن كان الأغلب كما في حالات كثيرة أن يكون الباعث هو الحماقة المتأصلة. لست من غلظة القلب بحيث أحكم على الناس حكما مبرما من أجل كبوة واحدة من ذلك النوع. أصبت يا تورفالد. كم من رجل استطاع أن يستعيد بياض صفحته بإقراره بالذنب وتحمل العقاب؟ العقاب. أما كروغشتاد فعلى العكس من ذلك، توسل إلى الإفلات بالمكر والدهاء، وهذا سبب التدهور الذي أحاق به. ولكن ألا تظن أن الإنسان إذا تصوري كيف يضطر رجل ينوء ضميره بعبء كهذا إلى الكذب والرياء باستمرار؟ ترينه يزدل على وجهه قناعا أمام أعز الناس وأقربهم إليه، لا يسلم من ذلك زوجته وأولاده، بل إن الطامة الكبرى تقع على أولاده يا نورا. كيف؟ لأن ذلك الجو المشبع بالأكاذيب ينفث سمومه في حياة البيت والأسرة، وكل نسمة يستنشقها أبناؤه تدخل إلى رئاتهم محملة بجراثيم الشر. حقا، لقد عرضت لي أحوال كثيرة من هذا النوع يا عزيزتي أثناء وظيفتي كمحام. إن الغالبية العظمى ممن يسلكون طريق الشر في مقتبل حياتهم ينتمون لأم شريرة. ولماذا الأم بالذات؟ في الغالب ترجع المسؤولية لنفوذ الأم، وإن كان الأب الشرير بالطبع نفس النتيجة. كل محام يعرف هذه الحقيقة، وذلك المدعو كروغشتاد راح يربي أبناءه على الأكاذيب والخداع، وهذا ما يدعوني إلى القول بأنه فقد كل ذرة من الأخلاق الكريمة.
وهو ما يدعوني لأن أطلب من عزيزتي نورا أن تعدل عن الشفاعة له. ضع يدك في يدي ضمانا على ذلك. انتهينا؟ ها؟ أؤكد لك أنني لن أطيق العمل معه. مجرد إحساسي بوجود هذا الصنف من الناس على مقربة مني ينقل إلي المرض. ما أشد حرارة الجو هنا، أمامي عمل كثير. لا بد أن أفرغ من بعض الأوراق قبل العشاء، ولا بد أن أفكر في مشروع ثوبك أيضا. ها؟ ومن يدري، ربما أتمكن من إحضار لفة صغيرة تصلح للتعليق على الشجرة. لا تجهد نفسك أيها البلبل المغرد. لا لا، غير صحيح، مستحيل مستحيل مستحيل. الصغار يلحون في الحضور إليك. لا لا لا، تتركيهم يأتون إلي، ابقي معهم أنت. أمرك يا سيدتي. أنا أفسد أولادي، أنا أنشر السم في بيتي. غير صحيح، غير صحيح، لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون. نفس المنظر، شجرة الميلاد في الركن بالقرب من البيانو وقد جردت من زينتها وبلغت شموعها المعلقة على فروعها المشعثة نهايتها. معطف نورا وقبعتها ملقيان على أريكة. نورا وحدها في الغرفة تسير في أنحائها وقد استبد بها القلق. أيضا، ولكن ربما فلأرى ما في صندوق البريد. لا شيء في صندوق البريد، لا شيء على الإطلاق. يا لقلة العقل، مؤكد أنه لم يكن جادا في الدعاء. أمر كهذا بعيد الاحتمال، لا يصدق. فإن لي 3 أبناء. أخيرا عثرت على الصندوق وبداخله فستان التنكر. شكرا، ضعيه على المائدة. حسنا، ولكنه يحتاج إلى تصليح. بودي أن أمزقه 1,000,000,000 قطعة. ليس أهون من إصلاحه مع شيء من الصبر. معك حق، سأذهب لإحضار مدام ليند كي تساعدني في إصلاحه. أتعودين إلى الخروج في هذا الجو الفظيع؟ إنك تعرضين نفسك للإصابة بالبرد يا سيدتي. هذا أهون الضرر. كيف حال الأولاد؟ منهمكون في اللعب بهدايا العيد. أيسألون عني؟ لقد تعودوا ألا تفارقهم أمهم. صحيح، ولكن الظروف تغيرت ولن أعود أستطيع البقاء إلى جوارهم كثيرا كما كانت عادتي. لا بأس لا بأس، من طباع الأطفال سرعة التعود على أي شيء. أتظنين ذلك؟ نعم. أتظنين أنهم قد ينسون أمهم إذا رحلت عنهم؟ لا تقولي هذا يا سيدتي، ترحل عنهم؟ خبريني يا آن، لطالما عجبت كيف طاوعك فؤادك على أن تترك ابنتك بين أناس أغراب. حكم الضرورة، عندما جئت لكي أكون دادة للآنسة نورا. مفهوم، ولكن كيف قبلت على نفسك ذلك الوضع؟ وكيف لا أقبل والمركز يغري؟ لقد كان العرض مخرجا لي من المأزق الذي أوقعني فيه ذلك الغادر الشرير وتركني بلا سند. ولكن لابد أن ابنتك نسيتك نهائي. مطلقا مطلقا، لقد كتبت لي عندما تم تعميدها وعندما تزوجت. عزيزتي آن، لقد كنت لي بمثابة الأم الرؤوم منذ الصغر.
لم يكن لنورة الصغيرة من أحد يرعاها سواي. ولو قدر لأولادي أن يفقدوا أمهم فلا ريب أنك. هذا التخريف. اذهبي إليهم يا آن، اذهبي إليهم. لابد أن أتفرغ لهذا الفستان. سترين غدا كيف تكون الأنام. من غير شك يا سيدتي ستكونين الزهرة التي تخلب جميع الألباب في الحفلة. لو واتتني الجرأة على الخروج. لو ضمنت ألا يأتي أحد. لو اطمأن بالي إلى أن شيئا ما لن يحدث أثناء غيابي. عبث وتخريف، لن يأتي أحد. يجب أن أنزع هذه الفكرة من رأسي. أفضل من ذلك أن أهتم بتنظيف الوشاح. ما أحلاها من قفازات، ما أحلاها. عني أيتها الأفكار السوداء، إليك عني. 1، 2، 3، 4، 5، 6. شخص بالباب. حسبتك شخصا آخر. شكرا لك على مجيئك. قيل لي إنك سألت عني بمحل سكن. كنت مارة أمام البيت، وما دمت هنا فعليك أن تساعديني. لنجلس، لنجلس على هذه الأريكة. تفضلي، تفضلي. الموضوع باختصار أن ألستنبورغ الذين يسكنون فوقنا يقيمون في مساء الغد حفلة تنكرية، ويريد مني تورفالد أن أتنكر في زي فتاة ساحلية من أهل نابولي تشتغل بصيد السمك، وأفاجئ الجميع برقصة الترونتيلا التي تعلمتها في جزيرة كابري. وبذلك يصبح التنكر متقنا من كافة الوجوه. إنها فكرة تورفالد. انظري، انظري، هذا هو الثوب. كان تورفالد قد اشتراه لي أثناء رحلتنا، إلا أنه تمزق من الإهمال ولا أدري كيف. مسألة هينة، لقد تداعت بعض الحواشي وهذا كل ما في الأمر. إبرة وخيط، لن نحتاج لأكثر من ذلك. ألف ألف شكر. وددت لو أتيح لي أن أراك غدا في كامل زينتك يا نورا. فكرة والله، سآتي لمشاهدتك بالفستان قبل موعد الحفلة. ولكن ما أشد جحودي، لقد غاب عني أن أشكرك على سهرة الأمس الممتعة. الواقع أنها لم تكن ممتعة بالقدر الكافي كعهدي بسهراتنا دائما. ليتك بكرت بالحضور إلينا يا كريستين منذ زمن، إذن لرأيت كيف يطفي تورفالد على البيت مظهرا بهيجا يبعث على الإعجاب. لست أقل منه قدرة كما يلوح لي، ولعل هذا لأنك نشأت على خصال أبيك. وعلى فكرة، هل من عادة الدكتور رانك أن يبدو سوداويا مكتئبا كحاله بالأمس؟ ليس إلى هذا الحد الواضح. إن المسكين فريسة مرض عضال، فهو مصاب بسل في العمود الفقري. كان أبوه رجلا رذيلا لا يتورع عن ارتكاب كل أنواع الموبقات، وهذا هو السبب في أن ابنه شاب سقيما من الصغر بحكم الوراثة. نورا، هل حدثتني كيف أصبحت لك دراية بهذه الأمور؟ عندما ترزقين أطفالا فإنك تتلقين زائرات عتيدات مما سبقنك في الميدان، وتجمعت لهن ذخيرة من المعلومات الطبية، وحديثهن دائما ذو شجون. أيتردد دكتور رانك عليكم كل يوم؟ كل يوم بانتظام. إنه صديق حميم لتورفالد ولي أيضا، إننا نعتبره فردا من العائلة. ولكن هل تعرفين إذا كان من طباعه الصدق والإخلاص؟ أعني أهو من ذلك الصنف الذي يبادر إلى التملق في كل مناسبة؟ أبدا. ماذا يحملك على هذا الظن؟ عندما عرفتني به بالأمس قال إنه سمع باسمي مرارا في هذا البيت، ولكني لاحظت بعدها بقليل أن زوجك لم يسمع بي من قبل، فكيف استطاع الدكتور رانك لقد أن... صدق الدكتور رانك يا كريستين. ذلك أن تورفالد يحبني إلى درجة أنه يريد أن يستأثر بي وحده دون شريك كما يقول. وكانت تظهر عليه في البداية أعراض الغيرة كلما ذكرت أمامه أحدا من المعارف أو الأقارب، فامتنعت. وكلما حن بي الشوق إلى مجاذبة الحديث في هذه الشؤون لجأت إلى الدكتور رانك لما يبديه من شغف في الإقبال عليها. اسمعي يا نورا، إنك ما زلت طفلة وأنا أكبر منك وعرقت الحياة أكثر منك، ونصيحتي إليك أن تضعي حدا لعلاقتك بالدكتور رانك.
من أي وجه؟ من كل الوجوه. فبالأمس أخذت تخرفين عن إعجاب عجوز متصاب شاء أن يخلف لك كل ثروته. عجوز لا وجود له مع الأسف. المهم، هل يدخل الدكتور رانك في عداد الأثرياء؟ نعم. وهل له وريث يخلفه في ثروته؟ لا أحد. ولكن وهل يأتي إلى هنا كل يوم؟ نعم كما قلت لك. رباه، كيف يجهل رجل مهذب مثله أصول الكياسة؟ لا أفهم شيئا. لا تتصنعي الغباء يا نورا. أتحسبين أني لم أدرك بعد من الذي أقرضك مبلغ 250 جنيها؟ أنت مجنونة؟ كيف أقترض من صديق لنا لا تنقطع زيارته كل يوم؟ أضع نفسي في مركز حرج كهذا؟ ألم يكن هو؟ طبعا لا، بل ما كنت أسمح لنفسي بمجرد التفكير في هذا الموضوع. ثم إنه لم يكن يملك مالا في ذلك الوقت إذ جاءته الثروة فيما بعد. هذا من حسن حظك يا عزيزتي نورا. لم تراودني نفسي لحظة في أن أطلب المبلغ من الدكتور رانك، رغم يقيني من أنه ما كان ليتأخر لحظة واحدة. ولكنك لن تقدمي على ذلك بالطبع. بالطبع لا، لست أرى داعيا. ومع ذلك فثيقي أنني لو سألت الدكتور رانك دون علم زوجك يتحتم علي أن أصفي الموضوع نهائيا مع الشخص الآخر، ولن يكون هذا إلا بغير علم زوجي. يتحتم علي أن أصفي الموضوع مع الشخص الآخر. نعم، هذا ما نصحتك به بالأمس. الرجل أقدر من المرأة على معالجة موضوع من هذا القبيل، وهذه مهمة الزوج. كلام فارغ. أليس من المألوف أن يتسلم المدين صك الدين عند تصفية الحساب؟ نعم، هذا إجراء طبيعي. وعندئذ له أن يمزقه ويلقي به في النار ليخمد آخر نفس خبيث فيه؟ نورا، في نفسك شيء لم تصرحي لي به. أو يبدو علي ذلك؟ شيء جد عليك منذ صباح البارحة. ما هو يا نورا؟ كريستين، لقد عاد تورفالد. هل تسمحين بالتوجه إلى غرفة الأولاد؟ إنه لا يطيق رؤية أحد يمسك بالإبرة أمامه. دعي أن تساعد. لا بأس، ولكنني لن أبارح البيت قبل أن تطلعيني على كل شيء. جئت في وقتك المناسب يا عزيزي تورفالد. من كانت معك؟ الخياطة؟ لا كريستين، إنها تساعدني في تصليح الفستان. سترى غدا كيف تكون الأناقة. ها، ألم تكن فكرة صائبة؟ مدهشة، ولكني أطالب بحقي في الثناء لأني أنفذ مشيئتك دائما. حقك في الثناء؟ من أجل تنفيذ مشيئة زوجك؟ لا أظن أنك تقصدين ما ينطوي عليه كلامك من معان بعيدة المغزى. لن أثقل عليك، فلا شك أنك تريدين تجربة الفستان في غير وجودي. وأنت لديك أعمال بلا ريب؟ نعم، انظري، لقد عدت توا من البنك. تورفالد؟ نعم. إذا رغبت إليك الأرنبة الصغيرة في طلب عزيز عليها جدا جدا، هل تجيبها؟ أحب أن أعلم نوع الطلب أولا. ستفرح الأرنبة وتصبح رهن إشارتك وتتواثب من حولك إذا أبديت لها لطفك المعهود وأجبتها إلى طلبها بدون مراوغة من فضلك. تريد البلبلة أن ترفرف بجناحيها في أنحاء البيت وترسل تغريدها الشقي في سرور وانشراح. إنها لا تكف عن ذلك على أي حال. سأفعل كل ما يدخل على قلبك السرور. سأكون حرية ترقص وتغني من أجلك في ضوء القمر. نورا، لا أظنك تقصدين ما طلبته مني صباح اليوم. نعم يا تورفال، أرجوك من كل قلبي. أو تطاوعك نفسك على معاودة السؤال؟ نعم يا عزيزي، إنها مسألة تشغل بالي ولابد أن أجد لها حلا. لابد، نعم، يجب أن يحتفظ كروكشتاد بمنصبه في البنك. نورا عزيزتي، إن منصب كروكشتاد هو الذي سيؤول إلى مدام ليند. كما أبديت كرما في مسألة مدام ليند، ينبغي أن تبدي نفس الكرم فيما يختص بكروكشتاد. وما أيسر أن تفصل موظفا آخر بدلا منه. عناد يفلق الحجر.
لأنك تهورت في إعطائه وعدا بمخاطبتي في شأنه يتحتم علي أن... ليس هذا هو السبب يا تورفالد. إنني أطالبك من أجلك أنت. فهو على صلة ببعض الصحف الوضيعة كما أخبرتني أنت بنفسك، وفي استطاعته أن يسيء إليك ويصيبك بضرر فادح، ولهذا تراني أوجس خيفة منه. فهمت مبعث خوفك. ماذا تعني؟ إنها ذكريات الماضي. ماذا تعني؟ من الطبيعي أن ترتسم في مخيلتك صورة لما حدث لأبيك. نعم هذا صحيح. ألا تذكر ما كتبه أولئك الأشرار عن أبي في الصحف، وكيف هاجموه وشوهوا سمعته؟ لقد كادوا يتوصلوا إلى فصله لو لم ترسلك المصلحة للتحقيق في الموضوع، ولولا ما أبديته يومها من نبل وعطف على قضيتي. إنك تتناسين فارقا واضحا بيني وبين أبيك يا عزتي نورة، فإن سمعته كموظف حكومي لم تكن فوق الشبهة. أما في حالتي فالأمر يختلف، فأنا أتمتع بسمعة طيبة أريد أن أحافظ عليها طالما أنا في منصبي. إن جعبة أولئك الناس لا تفرغ من المكائد، فلنحصن أنفسنا بالتخلص من كل ما من شأنه أن يعكر علينا صفو حياتنا، نحن والأطفال. ولذا أرجوك مخلصة. افهميني، إن وساطتك من أجله هي في حد ذاتها سبب قوي يحملني على ألا أبقيه في منصبه. فجميع موظفي البنك يعلمون أنني أعتزم فصل كروكشتاد، فهل تريدين أن تنطلق الشائعات بأن المدير الجديد تحول عن رأيه تحت ضغط زوجته؟ وماذا في ذلك؟ طبعا، ماذا يهمك ما دمت تحققين مآربك؟ لا يصح أن يصل بك العناد إلى هذا الحد. لا يرضيك أن أظهر أمام موظفي بمظهر مزر، أو أن يقال إنني رجل ضعيف الإرادة سهل للقياد. مستحيل يا عزيزتي، فلا قبل لي بمثل هذا الوضح. ومع كل، فهناك أمر آخر يحول دون بقاء كروغشتاد طالما أنا في منصب المدير. ماذا؟ كان من الجائز أن أتغاضى عن معايبه الشخصية إذا قضت الضرورة. نعم صحيح، وهو كما قيل لي موظف مجتهد، غير أننا يعرف كل منا الآخر منذ الصغر، ونشأت بيننا صداقة من ذلك النوع الذي ينزلق إليه الإنسان مغمض العينين، حتى إذا دارت الأيام تبين له خطأه وسوء تصرفه. ولست أخفي عليك أننا كنا في يوم من الأيام على علاقة وطيدة، غير أنه جهول بطبعه، وموطن الداء فيه أنه لا يلزم حد الكياسة في حضور الآخرين، بل بالعكس ترينه يرفع الكلفة بيننا ولا يخطبني إلا باسمي ويصر على ذلك أمام الناس، وهو أسلوب يضايقني أشد المضايقة. ومن هنا كان استمراره في البنك من الخطورة بمكان، لأنه يضعوني في مركز دقيق. تورفالد، لا أصدق أنك تعني ما تقول. حقا، ولم لا؟ لأنه دليل على ضيق الأفق في النظر إلى الأشياء. ماذا؟ ضيق الأفق؟ أتتهمينني بضيق الأفق؟ على العكس يا عزيزي، بل لهذا السبب بالذات تراني ألح في طلب الأمر سيان. فما دمت أحكم على الأشياء من أفق ضيق، فبالتالي لابد أن أكون أنا شخصيا ضيق الأفق. ليكن إذن، فقد طالت هذه المسألة ولا بد من وضع حد لها. هلن! نعم يا سيدي. على ما ولد، على فض الموضوع بصورة قاطعة. تعالي هنا يا هلن. نعم يا سيدي. خذي هذا الخطاب وابحثي عن شخص يحمله في الحال إلى العنوان الموجود على الظرف. هاكي بعض النقود. أمرك يا سيدي. ها، هل استراح بالك الآن؟ تورفالد، ماذا يحمل ذلك الخطاب؟ قرارا بفصل كروكشتاد. ناديها يا تورفالد، لا يزال في الوقت متسع. ناديها يا تورفالد، من أجل الأطفال. أتسمع يا تورفالد؟ ناديها، إنك لا تدري ما يمكن أن ينزله بنا ذلك الخطاب. فات الأوان. نعم فات الأوان. أنا أغفر لك يا عزيزتي ما تبدينه من قلق، وإن كان في الواقع بمثابة إهانة لي. أليس إهانة لي أن يستولي عليك الظن بأنني أهاب انتقام أفاق وضيع؟ ومع ذلك فإنني أسامحك، لأن هذا الشعور منك خير بيان على ما تكنينه لي من حب. هذا أهم ما في الموضوع يا عزيزتي، ومهما حدث فثقي أنني سأجابه الظروف بقوة وشجاعة إذا لازم الأمر. وأظن يا عزيزتي أن عندي الرجولة الكافية لأن أتحمل كل المسؤولية بمفردي. ماذا تعني؟ كل المسؤولية. هذا لن يكون. أصبتي، فلنقتسمها قسمة عادلة فيما بيننا كما ينبغي على كل زوج وزوجة. هذا هو الوضع الصحيح. راضية؟
هيا هيا لا تنظري إلي هكذا كاليمامة المذعورة. المسألة كلها وهم ضاخ. هيا 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 لا تنسى رقصة الترنتيلا التي لم تتدرب عليها بعد. أنا ذاهب إلى مكتبي وسأغلق الباب للاحتماء من الضجة التي لا ريب أنك ستثيرينها، ولك أن تعتبري هذا بمثابة تصريح مني لقلب الدنيا رأسا على عقب. وعندما يأتي رانك أرسليه إلى مخبئي. سينفذ وعيده، سيفعل، سيفعل بالرغم من كل شيء. لا لا لا، إلا هذا أبدا أبدا، أي شيء إلا هذا. ربّا، أما من معين، أما من طريق للخلاص، أما من طريق للخلاص. دكتور رانك، أي شيء أهون، أي شيء أهون أيا كان. أهلا بك دكتور رانك، لقد عرفتك من طريقتك في دق الجرس. لا أنصحك بالتوجه إلى تورفالد في هذه اللحظة لأنه مشغول ببعض الأعمال على ما أظن. وأنت؟ تعلم جيدا أن وقتي يتسع لك دائما. شكرا، سأحاول أن أستفيد منه قدر استطاعتي. قدر استطاعتك؟ ماذا تعني؟ هل أزعجتك؟ إنه اختيارك للألفاظ، هل تنتظر شيئا ما؟ لا شيء سوى ما أعددت له نفسي منذ أمد بعيد، وإن لم أكن أتوقع أن يحل بهذه السرعة. ما وراءك يا دكتور رانك؟ بالله عليك خبرني. انتهى كل شيء بالنسبة لي، لم يعد هناك مفر. المسألة تخصك أنت؟ من غيري؟ لم يعد خداع النفس يجدي. إنني أبأس مرضايا يا مدام هيلمر منذ عهد غير بعيد، وأنا أقوم بعملية جرد لحالة الصحية. النتيجة إفلاس، وقد لا يمر شهر إلا وأنا أرقد رقدتي الأخيرة في أعماق الثرى. ما هذا الكلام؟ حقائق حقائق، لم يبق لي إلا أن أجري فحصا آخر، وعندها أعرف موعد الساعة المحتومة بالضبط. وبالمناسبة، لما كان هيلمر مرهف الحس ويتأفف من كل ما هو كريه، فإني لن أسمح بوجوده معي وأنا أعالج سكرات الموت. عجبا لأمرك يا دكتور رانك. كلمة واحدة، لن أسمح له مهما كانت الظروف. إني أوصد بابي في وجهه. بمجرد أن أتحقق من بلوغ مرحلة اليأس، سأرسل لك بطاقة تحمل في أعلاها صليبا أسود لتكون علامة بيننا على أن الساعة قد أزلت. حالك اليوم لا تعجبني، وأنا التي كنت أعلق على بشاشتك كبير الأمل. تطلبين مني البشاشة والموت يقتفي أثري. ما ذنبي لأدفع ثمن غلطة ارتكبها غيري؟ أية عدالة في هذا؟ ولست وحد الضحية، بل في كل أسرة تجدين شخصا بريئا يدفع الثمن من حياته دون ذنب جناه. تخريف تخريف، ألا تجد موضوعا أخف من هذا؟ يا لها من مهزلة تبعث على السخرية. أبي يلهو ماجنا في شبابه فينخر السوس في عظامي أنا. أظنك تقصد إقباله على الأصناف الشهية كالأسبرج والفواجرا. ماذا؟ نعم، والتوابل أيضا. تماما تماما، وكذلك المحار فيما أظن. طبعا، كان المحار بندا قائما بذاته، وأقداح لا حصر لها من النبيذ والشامبانيا. يا للخسارة، من المؤلم أن تصب تلك الأصناف اللذيذة انتقامها على عظامنا، وخاصة إذا انصب الانتقام على عظام البؤساء الذين لم يسبق لهم أن استمتعوا بها. هذه أسوأ نقطة في الموضوع. فيما ابتسامك؟ بل أنت التي ضحكت. بل أنت الذي ابتسمت يا دكتور رانك. إنك أمكر مما كنت أظن. أنا اليوم في حالة غير طبيعية. واضح واضح. أنت عزيز علينا يا دكتور رانك، وعار على الموت أن يقصيك عنا. لن تفتقدوني طويلا، فالراحلون سرعان ما ينطون في زوايا النسيان. وتعتقد ذلك؟ لا يلبث الناس أن ينشئوا علاقات جديدة. من تقصد بالناس؟ أنت وهيلمر، أنت وهيلمر عندما أرحل أنا. بل يخيل لي أنك في الطريق إلى توطيد علاقة جديدة. ففي مساء البارحة كانت هنا سيدة تدعى مدام ليند، ولا علم لي بما جاءت هنا. أتغار من كريستين؟ نعم نعم، فإنها سترث مكاني في هذا البيت عندما أتلاشى من الوجود وتحتل من نفسك المكان. لا ترفع صوتك، إنها بالغرفة الأخرى.
اليوم أيضا؟ أرأيت؟ جاءت لتصلح ثوبي. إنك تبالغ جدا، كن لطيفا ولا تربكني بأية إشكالات جديدة. تعال اجلس هنا يا دكتور رانك لأعرض عليك شيئا. ماذا؟ انظر جوارب حريرية بلون البشرة مدهشة. الدنيا هنا ظلام ومن الصعب أن ترى جيدا، ولكن غدا في الحفلة لا 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 لا, لا يصح أن تتأمل أبعد من القدم. على العموم لا بأس لك أن تتأمل الساق أيضا. فيما هذه النظرات الفاحصة؟ هل تظن أنها لا تناسبني؟ أن لي أن أعلم. قلة حياة، هذه عقاب لك. ألن يسمح لي بمشاهدة شيء آخر؟ لا شيء مطلقا، جزاء لك على تطاولي. لا أكاد أتصور، إذ أجلس هنا أبادلك الحديث في مودة وبغير كلفة، ما كانت تصير إليه حياتي لو قدر لي ألا أترك هذا البيت. أعتقد أنك تحس بيننا كأنك فرد من الأسرة. ثم يقضى علي بالحرمان من كل هذا. كلام فارغ وأوهام باطلة، دون أن يتهيأ لي أن أترك ورائي ولو ذكرى طفيفة مما يطوق عنقي من جميل، أو حتى شعورا عابرا بالأسى. لن أخلف سوى مكان شاغر يستطيع أن يشغله أول قادم في يسر وسهولة. وإذا طلبت منك الآن أن لا أن تقدم لي برهانا قويا على صداقتك. نعم تكلمي. أعني خدمة كبيرة جدا. وأنت تتيحي لي مثل هذه السعادة ولو مرة في حياتي؟ ولكنك لا تعرف ما أرمي إليه بعد. صحيح صحيح، كل أذان صغية. الواقع أنني لا أستطيع أن أفاتحك في شأنها يا دكتور رانك، هذا كثير. إنها ليست مجرد خدمة، بل إنها تستدعي النصح والمساعدة والتضحية. كلما تضخمت المسألة كان ذلك أحسن. هيا هيا صحي، فلست أدري ما ترمين إليه. نورا، ألا تثقين بي؟ ثقة لا حد لها، أنت أوفى وأخلص صديق لي، ولهذا سأفضي إليك بما يشغل بالي. المسألة يا دكتور رانك أنني أريد منك أن تساعدني على الحيلولة دون حدوث شيء ما، وأنت تعلم مدى تعلق تورفال بي ومدى تفنيه في حبه لي إلى درجة تدفعه على التضحية بحياته من أجلي دون تردد. نورا، أتظنين أنه هو وحده الذي هو وحده؟ هو وحده الذي يضحي بحياته عن طيب خاطر في سبيلك؟ هكذا نورا، لقد أقسمت أن تعرفي الحقيقة قبل مغادرة الدنيا، ولن تسنح فرصة أنسب من هذه الآونة التي نحن فيها. ها أنت تعرفين حقيقة شعوري نحوك يا نورا، وتعرفين فوق كل هذا أنني أهل لثقتك أكثر من أي شخص آخر. دعني أمر منها. نورا. هلن هلن هلن، أحضر المصباح. دكتور رانك، إنك لم تكن شهما في مسلكك. إلا أنني أحببتك حبا لا يقل في عمقه عن حب أي إنسان آخر، ألذلك لا أكون شهما في مسلكي؟ لا، بل لأنك أطلعتني على سرك، لم يكن هناك أي داعي. أتقصدين أنك كنت تعرفين؟ ها هو المصباح يا سيدة. نورا، مدام هيلمر، أكنت تعلمين ما يجيش في صدري؟ ما أدراني إن كنت أعلم أم لا. لا تسلني، لم أكن أتصور أن يفلت منك الزمام إلى هذا الحد يا دكتور رانك. لقد كنا في حالة مرح وسرور. مهما يكن فإنك تعلمين الآن أني طوع أمرك بكليتي، فهل لا أخبرتني بجلية الأمر بعد أن حدث ما حدث؟ أرجوك. لم يعد في وسعي أن أخبرك. لا يجب أن تعاقبيني بهذه الوسيلة، اسمحي لي أن أبذل في سبيلك ما تقدر عليه نفسي. لم يعد لك ما تبذله في سبيلي، بل الواقع أنني لست في حاجة إلى أي مساعدة. الموضوع كله خيال في خيال، صدقني، خيال لا يستند إلى أي أساس.
أنت شخص لطيف يا دكتور رانك، فهل لا تشعر بالخجل من نفسك بعد أن حل المصباح بضوئه؟ مطلقا، وإن كان من المستحسن أن أذهب إلى الأبد. هراء، يجب أن تواظب على حضورك إلينا كالمعتاد، فلا غنى لتورفالد عنك. صحيح، وأنت؟ أنا أصر دائما برؤيتك. وهذا ما ضللني، إنك في نظري لغز عويص. لطالما بدا لي أن وجودي بالقرب منك لا يقل لديك أهمية عن وجود هيلمر. نعم، فأنا أرى الناس صنفين، صنف تعشقه المرأة، وصنف تحب أن تتجاذب معه أطراف الحديث. معقول. كنت في صغري أحب أبي حبا جما، ولكنني مع ذلك كنت أجد لذة كبرى في التسلل إلى غرفة الخدم ومجالستهن، لما كنا يرددنه من حكايات ممتعة خالية من التفلسف بما يجب وما لا يجب. وإذا فقد كنت أنا بديلا لهن. لم أقصد هذا المعنى يا دكتور رانك، ولا شك أنك تفهم أن حياتي مع تورفالد أشبه إلى حد ما بحياتي مع أبي. بعد إذنك يا سيدتي، وصلت هذه البطاقة الآن. أفي الأمر شيء؟ كلا لا شيء مطلقا، بخصوص فستاني الجديد. ماذا؟ فستانك؟ فستانك ملقا هناك. ذلك الفستان، هذا فستان آخر أمرت بصنعه، يجب أن لا يعلم تورفالد أي شيء عنه. هذا إذن هو السر العظيم. طبعا اذهب الآن إلى تورفالد، إنه في الغرفة الداخلية، أبقيه هناك أقصى فترة ممكنة. اطمئني، لن أدعه يفلت مني. أما يزال ينتظر في المطبخ؟ نعم، جاء من السلم الخلف. ألم تقولي له أنه لا يوجد أحد هنا؟ قلت له بلا فائدة. أتقصدين أنه يأبى أن يذهب؟ نعم، ويقول إنه لن يغادر البيت قبل أن يراك يا سيدتي. حسنا، دعيه يأتي هنا، ولكن في سكون. هيلين، لا تخبري أحدا بهذه الزيارة، إنها مفاجأة أعدها لزوجي. مفهوم يا سيدتي. صدق حسي فيما كنت أخشى، ستقع الطامة على الرغم مني. لا لا، يجب أن لا تقع أبدا، ولن تقع. والآن سأغلق باب تورفالد بالمزلاك. تكلم بصوت منخفض، زوجي هنا. لا أهمية لذلك. ماذا تريد مني؟ تفسير لموضوع ما. عجل إذن، ما هو؟ تعرفين ولا ريب أنني تسلمت إخطارا بالفصل. لم أستطع منعه، لقد بذلت في صالحك أقصى ما يمكنني، ولكن بغير جدوى. أهذا مقياس ما يكنه لك زوجك من حب؟ أيعلم بما في مقدوري أن أجلبه عليك ثم يجازف بالرغم من ذلك؟ كيف تتصور أنه يدرك أي شيء عن الموضوع؟ لم أتصور بالطبع. ليس من شيمة السيد تورفالد هيلمر أن يبدي مثل هذه الشجاعة. أرجوك يا سيد كروكشتاد أن تولي زوجي ما هو خليق به من احترام. سمعا وطاعة. ما هو خليق به وزيادة. ولكن ما دمت قد حرصت على الكتمان، فإني آمل أن يكون وعيك للحقائق المترتبة على فعلتك قد زاد عما كان عليه بالأمس. أكثر مما قد يخطر ببالك. خاصة أنني محام قليل الدراية. ماذا تريد مني؟ أن أرى ما عولت عليه يا مدام هيلمر. كان تفكيري طوال الليل منصبا عليك. إن صرافا حقيرا مثلي يا مدام هيلمر لا يخلو من بعض ما يسمى بالشعور. أظهر ذلك الشعور إذن، فكر في أولاد الصغار. وهل فكرت أنت وفكر زوجك في أولادي؟ المهم، أردت أن أخبرك ألا تبالغي في تجسيم الموضوع، فلن أوجه إليك أي اتهام في الوقت الحاضر. طبعا كنت واثقة أنك لن تفعل. من السهل تصفية المسألة كلها بشكل ودي دون حاجة إلى خروجها من نفاقها الضيق، فتبقى سرا دفينا بيننا نحن الثلاثة. يجب ألا يصل أي شيء في هذا الصدد إلى علم زوجي.
لست أرى أمامك سبيلا للحيلولة دون ذلك، إلا أن يكون في عزمك أن تسددي بقية المبلغ. ليس في الوقت الحاضر. أم لعلك اهتديت إلى وسيلة ناجعة للحصول على المبلغ؟ لا توجد لدي أي وسيلة. وحتى لو سلمنا جدلا بأنك أوتيت الوسيلة فلن تجديك نفعا في هذه الآونة. لو بسطت يدك إلي بكل ما يمكن أن تحمله من مال ما تنزلت عن الصدق. فيما يفيدك؟ سأحتفظ به ليس إلا، سأبقيه في حوزتي ولن يدري بوجوده أي مخلوق سوى من يعنيهم الأمر. فإذا كان تفكيرك قد دفعك إلى تدبير أي خطة يائسة، وماذا لو صح هذا؟ أو كانت تراودك فكرة هجر زوجك وأولادك، وماذا لو كنت أفكر في ذلك؟ أو الإقدام على أي عمل طائش آخر. من أين أتتك هذه المعرفة؟ فنصيحتي إليك أن تعدلي. كيف أدركت أنني أفكر في كل هذا؟ كلنا ينحو بتفكيره نفس السبيل، وقد سبق أن قلت في نفس الدائرة ولكن خانتني الشجاعة. نفس ما حدث لي. وهكذا خانتك الشجاعة أنت أيضا؟ نعم نعم. هذا أفضل على أي حال من التهور الطائش. المشكلة كلها في الزوبعة الأولى، وهذه تتلاشى عادة وكأنها لم تكن. إني أحمل لزوجك خطابا تطلعه فيه على الحقيقة بطريقة بعيدة عن القسوة قدر المستطاع. يجب أن لا يطلع علي. مزق، سأجد وسيلة للحصول على المال. معذرة يا مدام هيلمر، لقد سبق أن أخبرتك. لست أعني هذا المبلغ الذي أدين لك به. قل لي كم تطلب من زوجي وأنا أعطيك ما تريد. لا أطلب من زوجك مليما واحدا. ماذا تريد إذن؟ سأخبرك. أريد أن أبني حياتي من جديد يا مدام هيلمر. أريد أن أرتقي السلم، وهنا يجب أن يأخذ زوجك بيدي. منذ عام ونصف عام وأنا أسلك الطريق القويم وأكافح في نطاق ضيق تحت ظروف قاهرة. كنت قانعا بالتماس التقدم في عملي وصعود السلم خطوة خطوة، ثم ها أنا ذا الآن طريد، ولن أكتفي بمجرد العودة إلى سابق عهدي. يجب أن أرتفع، يجب أن أرجع إلى البنك، ولكن في مركز أرقى. ومهمة زوجك أن يجد لي المكان اللائق. هذا ما لن يفعله. سيفعل، إنني خبير بنفسيته، لن يجرؤ على الرفض. وعندما يجمعنا مكان عمل واحد سترين عجبا. لن يمضي عام حتى أكون قد أصبحت ذراع المدير اليمنى، وحتى يصبح المدير الفعلي للبنك نيلز كروكشتاد لا تورفالد هيلمر. هذا يوم لن تراه في حياتك. أتقصدين أنك سوف؟ لدي الآن الشجاعة الكافية. لن يجوز علي ادعاؤك. إن امرأة مدللة مثلك لا قبل لها. سترى. أرى جثة تحت طبقات الجليد، إذا ما حل الربيع طفت إلى السطح وقد تشوهت معالمها وأصبح مرآها بشعا كريها. لن تستطيع أن ترعبني. ولن تستطيعي أن ترعبيني. لم يعد الناس يقدمون على مثل هذه التصرفات يا مدام هيلمر، وفضلا عن ذلك فما الفائدة؟ لن يحول شيء دون وقوعه في قبضتي. لمضي الوقت بعد أن تمحي ذكراي من الوجود. أغاب عنك أن سمعتك ملك إرادتي؟ مدام هيلمر، لقد أعذر من أنظر، فلا تركبي رأسك. سأنتظر ردا بمجرد أن يتسلم هيلمر خطابي. ولا يغربن عنك أن زوجك هو الذي دفعني إلى العودة إلى هذا السبيل، وهو ما لن أغفره له. طاب يومك يا مدام هيلمر. كروشتاد في طريقه إلى الخارج لم يضع الخطاب في صندوق البريد. لا لا لا، مستحيل. إنه يتمهل أمام الباب، لم يحدث السلم. أتراه يتردد؟ أتراه يعدل؟ وضع الخطاب في صندوق البريد. ها هو الخطاب في الصندوق. دورفال، قضي الأمر ولم يعد لنا أمل. هاك الفستان وقد صار جديدا كما كان. أتودين تجربته؟ تعالي تعالي هنا. ماذا بك؟ فيما اضطرابك؟ تعالي هنا. أتغير ذلك الخطاب؟ هناك، انظري، إنه يبدو جليا خلال زجاج صندوق البريد. نعم أراه. ذلك الخطاب من كروكشتاد.
نورا، أهو الذي أخذك المال؟ لا، والآن سيعرف توربلت كل شيء. صدقيني يا نورا، هذا أفضل لكما معا. إنك لا تعرفين الحقيقة، لقد صورت اسما. نورا، أردت أن أخبرك كي تكوني شاهدتي. شاهدتك؟ ماذا تقصدين؟ فيما أشهد؟ إذا حدث فقدت صوابي، وهو أمر جائز جدا. نورا، أو إذا أصابني مكروه ترتب عليه مثلا أن أغيب عن البيت. نورا، نورا، ما هذا الجنون؟ وإذا حدث وانبرأ أحد ليتحمل التبع ويأخذ نفسه بجريرتها، مفهوم؟ نعم نعم، ولكن ما أدراك؟ في هذه الحالة عليك أن تشهدي بأن كل ذلك بعيد عن الصدق. لست أهلي يا كريستينا، أنا متمتعة بكامل حواسي، وها أنا أؤكد لك أن الموضوع لم يعلم به أي شخص سواي، أنا وحدي المسؤولة عنه، لم يشاركني فيه أحد. لا تنسي هذا. لن أنسى، ولكني لا أفهم شيئا مما تحدثين. عليك، يكفي أن تعلمي أن سلكوا حدثا عظيما. حدثا عظيما؟ حدثا عظيما، ولكنه مروع يا كريستين، لا يصح أن يتم بأي حال من الأحوال. سأذهب لمقابلة كروكشتاد في الحال. لا تذهب إليه وإلا تسبب في إذائك. لقد كان في يوم من الأيام يتمنى أن يبذل النفس في سبيلي. هو؟ ما عنوانه؟ لا أدري. نعم نعم، هذه بطاقته، ولكن الخطاب، الخطاب. نورا، أجل يا توربلت، ماذا تريد؟ لا تنزعجي، لن ندخل عليك، فالباب موصل بالمزدار. أتغربين الفستان؟ نعم أجربه، إنه مدهش يا توربلت. إنه يسكن بالقرب من هذا الشارع. نعم، ولكن لا فائدة، ضاع كل أمل. الخطاب في صندوق البريد. وهل يحتفظ زوجك بالمفتاح؟ نعم دائما. لم يبقى إلا أن يسترد كروبشتاد خطابه مغلقا كما هو، عليه أن يلتمس لذلك عذرا أيا كان. ولكن من عادة توربلت أن يفرغ صندوق البريد في مثل هذا الوقت. عطليه، اذهبي إلى غرفته وأشغليه إلى حين عودتي. سأبذل غاية ما في وسعي لقضاء المهمة في أقصر وقت. توربلت، هل صدر الإذن بإطلاق الفراحين؟ تعال يا رايد نتفرج. ما هذا؟ ما موضع الدهشة يا عزيزي؟ أعدني رانك لاستقبالي مفاجأة جبارة. هذا ما فهمته، ولكن يظهر أنني أخطأت الفهم. لن تتاح لأحد فرصة مشاهدتي في فستان الحفلة قبل الغد. وجهك ينطق بالتعب والإجهاد يا عزيزتي، لعلك غليت في التمرين على الرقصة. لا، لن أتمرن بعد. ولكن لابد من الاستعداد لها. نعم نعم صحيح، غير أنني لا أستطيع البدء دون معونتك، فلم أعد أذكر منها شيء. لا بأس لا بأس، حالا يتم لنا ما نريد. نعم، أرشدني لأتعلمها من جديد يا تورفل. وحياتك، إنني أحس برهبة وإحجام كلما فكرت في المدعوين الذين سيشاهدونني، ولذا يجب أن تتفرغ لي تماما هذا المساء. لن أسمح بانشغالك عني لحظة واحدة، لن ترى مكتبك أو حتى تمسك بالقلم. حدني بذلك يا عزيزي تورفل. أعد في هذا المساء أن أكون في خدمتك من قمة رأسي إلى أخمص قدمي أيتها الحائرة المعذبة. كي نتفرغ تماما يجب أولا. ماذا تبغي هناك؟ سأرى إن كان في الصندوق خطابات. لا 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 تفعل يا توربلت. لماذا؟ أرجوك يا توربلت، الصندوق خالي. سأرى. أها، لن أجيب الرقص غدا ما لم تبرني. أترهبينها إلى هذا الحد؟ نعم بشكل مؤلم. هيا هيا لنبدأ التمرين في الحال، ما زال أمامنا متسع من الوقت قبل أن يحل موعد العشاء. اجلس إلى البيانو يا عزيزي للتعازف المقطوعة، كن شديدا في نقدك وصحح أخطائي أثناء العزف. بكل سرور ما دامت هذه مشيئتك. سأحضر الشاي. هيا عزتي هيا هيا، أنا مستعدة. أبطأ يا عزيزتي أبطأ. لا أعرف إلا هذه الطريقة. بغير عنف يا نورا. هكذا ترقى. لا لا،
هذا أبعد ما يكون عن الصواب. ألم أقل لك؟ دعني أتولى العزف عنك. فكرة طيبة. الآن أستطيع أن أنتبه إلى تصحيح أخطائها. لا لا، أبطأ من هذا يا نورة. أبطأ قليلا. لا لا لا، هذا سريع جدا. ما هذا؟ تشكرين أليس كذلك؟ عزيزتي نورا، إن من يراك ترقصين بهذا الشكل يظن حياتك معلقة بما تفعلين. كفى يا رانا، هذا ظنون مفرط. كفى قلت لك. لم أكن أتصور أنك نسيت كل ما علمتك إياه. رأيت أنت محتاجة إلى مران طويل. صدقت، يجب أن تواظب على تمريني حتى اللحظة الأخيرة. أدني بذلك يا تورفل. أعتمد علي. يجب أن لا يشغل تفكيرك أحد سواي. اليوم أو غدا لن أصرح لك بالنظر في أي خطاب أو حتى بمجرد فتح صندوق البريد. نورا، أما زلت في خوف من ذلك المخلوق؟ نعم ما زلت. يلوح لي من هيئتك أنه جاءني خطاب منه. لا أعلم، ربما كنت صادقا، ولكنك لن تطلع اليوم على أي شيء من هذا القبيل. لن أسمح بأن يدخل بيننا أي مكدر خارجي حتى تنتهي حفلة الغد. ولكن لا تعارضها يا هلمر. حسن، رأي الصغيرة مطاع. أما في الغد بعد أن تأسر الجميع برقصتك يكون لك مطلق الحرية. العشاء جاهز يا سيدة. دعي زجاجة من الشامبانيا على المائدة يا هيلين. احتفال؟ نعم، حتى مطلع الفجر. وأعدي طبقا من البسكويت يا هيلين مليئا. هذه المرة فحسب. لا موجب لكل هذا الاندفاع، فلتهدأ أرنبتي الصغيرة ولتعد إلى حالتها الطبيعية. نعم يا عزيزي، والآن إلى المائدة. تفضل يا دكتور رانك، ساعدني يا كريستين في تصفيف شعر. هل تظن أن في الأمر شيئا؟ أعني أنها تنتظر شيئا؟ على الإطلاق يا عزيزي، المسألة لا تعدو كونها عينة من تلك العصبية الصبيانية التي كنت أحدثك عنها. كريستين، لقد غادر المدينة. لمحت ذلك في عينيك. سيعود مساء الغد، فتركت له رسالة. كان يجب أن تسلمي بالواقع ولا تحاول التدخل، فما أروع أن نبقى معلقين في انتظار الحدث العظيم، في انتظار المعجزة. ماذا؟ لن تفهمي مرادي، اسبقيني إلى العشاء وسألحق بك حالا. حسنا. يا إلهي يا إلهي، الساعة الآن الخامسة، 7 ساعات حتى منتصف الليل، ثم 24 ساعة حتى منتصف الليل التالي عندما تنفض الحفلة. 24 و7، 31 ساعة هي كل ما تبقى لي من الحياة. أين أرنبتي الصغيرة؟ ها هي ذي. نفس المنظر السابق مع اختلاف بسيط، وأن المائدة تتوسط الغرفة ومن حولها المقاعد. فوق المائدة مصباح مضيء وباب الصالة مفتوح. تصل من الطابق العلوي موسيقى راقصة. تفتح الستار على مدام ليند وقد جلست إلى المائدة تقطع الوقت بتقليب صفحات كتاب. إنها تحاول القراءة بعد أنها تخفق في استجماع شتات أفكارها. بين الفينة والفينة تنصت ناحية الباب الخارجي. كاد الوقت يأزف ولم يصل كروكشتت بعد. كل ما أرجوه ألهد. ها هو، ادخل، لا يوجد أحد هنا. وجدت رسالة منك في انتظاري، ما المقصود بهذا؟ تقضي الضرورة الملحة بأن يكون لي كلام معك. حقا؟ وهل تقضي الضرورة الملحة بأن نلتقي هنا؟
في مسكني محال لعدم وجود مدخل خاص به. ادخل، البيت خال تقريبا ولن يزعجنا احد. فالخادمة نائمة وآل هيلمر في الحفلة الراقصة بالطابق العلوي. إذن فآل هيلمر يرقصون الليلة، أحق ما تقولين؟ نعم، ولماذا لا؟ هذا صحيح، لماذا لا؟ والآن يا نيل دعنا نبدأ الكلام. وهل لدينا ما نتكلم عنه؟ الكثير. لم أكن أعلم ذلك. هذا لأنك لم تحسن فهمي أبدا. وهل كان هناك ما يوجب الفهم أكثر مما أظهرته الحقيقة السافرة في وضوح وجلاء؟ امرأة لا قلب لها تتخلى عن رجل لتلحق بآخر أيسر حالا. إلى هذا الدرك سقطت في نظرك؟ هو تحسب أنني اندفعت إلى ذلك المآل راضية النفس؟ أتنكرين؟ أهذا ظنك في حقا يا نيل؟ إن كنت صادقة في ادعائك فلما أرسلت تخطرينني بتحولك بذلك الأسلوب الجارح؟ لم يكن أمامي إلا أن أسلك ذلك السبيل. كان علي أن أقطع علاقتي بك، فرأيت من واجبي أن أقضي على كل عاطفة تكنها لي. هكذا، وكل هذا من أجل المال. لا تنسى أنني كنت أعول أما وشقيقين قاصرين، وكان المستقبل بالنسبة لك يتأرجح في عالم الغيب، والانتظار بالنسبة لنا ضربا من المحال. بغض النظر عن صحة ما تقولين، ما كان لك أن تنبذيني نبذ النواة من أجل رجل آخر؟ ربما كنت محقا، فلطالما سألت نفسي عن مدى سلامة تصرفي. عندما فقدتك خيل إلي أن الأرض قد مادت تحت قدمي، وها أنت ترين ما صرت إليه، رجل حطمته الأنواء يتشبث بالحطام خوفا من الغرق. قد تكون النجدة دانية. كانت دانية إلى أن جئت أنت ووقفت في طريقي. دون قصد يا نيل، لم أعرف سوى اليوم فقط أن الوظيفة التي وعدت بها كنت تشغلها أنت. أصدقك، ولكن هل تعتزمين التخلي عنها وقد تبين لك الموقف؟ لا. ها؟ لأن ذلك لن يعود عليك بأية فائدة. فائدة؟ لو كنت مكانك لتنازلت عنها دون أدنى تفكير. علمتني صروف الحياة وما فيها من تجارب قاسية أن أتصرف دائما بحكمة وروية. أما ما علمتنيه فهو ألا أنخدع بسحر الكلمات المنمقة. درس معقول، ولكن ارتيابك في الأقوال لا يمنع إيمانك بالأفعال. ماذا تعنين؟ قلت منذ لحظة إنك رجل حطمته الأنواء يتشبث بحطام الحياة. لم أكن مغاليا في تصوير الواقع. أنا مثلك، امرأة حطمتها الأنواء تتشبث بحطام الحياة، فلا أحد يحزن لي ولا أحد يعنى بي. لقد اخترت بنفسك نوع الحياة التي تروقك. لم يكن لي مفر. وبعد؟ ما قولك يا نيلز؟ لو قدر لنا نحن اللذين حطمتنا أنواء الحياة أن نتآزر معا. ماذا تقولين؟ إن قوة اثنين في مهب الأنواء أجدى من قوة كل بمفرده. كريستين، ماذا تظن الدافع الذي حد بي إلى المجيء إلى هنا؟ أو أفهم من هذا أنك فكرت في؟ لم أكن أطيق الحياة بغير عمل، ولقد هيمن على حياتي دائما عمل أستمد منه السعادة الكبرى الوحيدة بالنسبة لي. أما الآن فقد أصبحت وحيدة في هذه الدنيا، وأصبحت الحياة أمامي كصحراء مكذبة أهيم عزلاء في قفارها. لم تعد للعمل لذة، فأية لذة أن يعمل الإنسان دون غاية إلا نفسه؟ وأنت يا نيل في يدك أن تمدني بغاية أعمل من أجلها. عقلي لا يطاوعني، أراك تضحين بنفسك بدافع من نزعة نسائية عاطفية. ألاحظت في تلك النزعة العاطفية من قبل؟ أتعنين حقا ما تقولين؟ صارحيني، أتعرفين شيئا عن حياتي الماضية؟ نعم. وهل تعرفين رأي أهل البلدة في؟ ألم تقل منذ لحظة إنني لو كنت معك لصرت رجلا آخر؟ مؤكد. هل فات الأوان لنبدأ من جديد؟ كريستين، أتقولين ذلك عن إيمان؟ نعم، يخيل إلي أني أقرأ الصدق في عينيك. أتجدين الشجاعة في نفسك حقا لأن في أعماقي أمومة طال بها العطب. أطفالك في حاجة إلى أم تحنو عليهم، كلانا في حاجة إلى الآخر. أنا أؤمن بالعنصر الطيب فيك يا نيل، وأعتقد أنني قادرة على مجابهة أي لون من الشدائد إلى جانبك. شكرا، شكرا يا كريستين. الآن لن آلو جهدا في سبيل تبرئة ذمتي أمام الناس. ولكنني نسيت. صح، رقصة الترانتيلا. اذهب اذهب. لما؟ ماذا حدث؟ انصت،
لن يلبثوا أن يعودوا بمجرد انتهاء هذه الرقصة. نعم نعم سأذهب، ولكن فات الأوان. أنت لا تعلمين ما اتخذته بشأن هيلمر وزوجته. بل أعلم كل شيء. وبالرغم من ذلك وتبكي الشجاعة لأن تعرضي عليه. لست أجهل ما يوحي به اليأس أحيانا من تصرفات. آه لو أستطيع محو ما فعلت. لا تستطيع، خطابك الآن في صندوق البريد. متأكدة؟ كل التأكيد، ولكن أهذا مجمل الخطة؟ أكل ما يهمك أن تنقذي صاحبتك بأي ثمن؟ تكلمي بغير مغاربة، أريد الصدق. إن المرأة التي تضحي بنفسها مرة في سبيل الغير يا نيل لا تعيد الكرة مرة أخرى. سأطالب باسترداد خطابي. لا لا، بل هو ذلك، سأنتظر إلى أن يعود هيلمر وأطلب إليه أن يرد إلي خطابي، بحجة أنه يتعلق بموضوع فصلي من البنك وأنني غيرت رأيي ولم أعد أريد أن يطلع عليه. لا يا نيلز، يجب أن لا تسترجع خطابك. أولم تستدعيني هنا لهذا السبب؟ لأول وهلة، وأنا ما أزال تحت تأثير الخوف من العواقب. أما الآن بعد انقضاء يوم كامل على ذلك الخاطر الأول، وبعد أن شاهدت بنفسي ما يجري في هذا البيت من أمور عجيبة، فقد أصبحت أؤمن بضرورة اطلاع هيلمر على الحقيقة. يجب القضاء على ذلك السر المؤلم بإظهاره إلى النور. من الضروري أن يسودهما جو من التفاهم التام، وهذا لن يتأتى بغير الكف عما يحيط بهما من تستر وأكاذيب. الأمر ما ترين، ما دامت المسؤولية في عنقك، غير أنني ما زلت أستطيع بعض الإصلاح، وسأفعل ذلك من فوري. عجل بالذهاب، لقد انتهت الرقصة ولم نعد بمأمن من أن ينكشف أمرنا. سأنتظرك في الشارع. نعم نعم، سآتي إليك لترافقني في الطريق إلى البيت. هذه أسعد لحظة مرت بي في حياتي. إلى اللقاء. ما أعظم الفرق، ما أعظم الفرق بين ما كنت فيه وما أنا مقبلة عليه. إنسان أعيش له، وغاية أحيا من أجلها، وبيت أنعم بالراحة في ظله. إنهما قادمان، فلأستعد للخروج. ادخلي ادخلي. لا لا ادخلي يا نورة. ادخلي يا نورة، كفاك رقص من الليلة. لا 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 تقبلني على الدخول، أريد عودة إلى الحفلة. ادخلي يا نورة، كفاك رقص من الليلة. أرجوك يا تورفر، أرجوك ساعة أخرى لا غير. ولا دقيقة واحدة يا عزيزتي، هكذا اتفقنا وهكذا يسر الاتفاق. هيا هيا إلى الداخل حتى لا يصيبك البرد. مساء الخير كريستين. أنت هنا يا مدام ليند في هذه الساعة المتأخرة؟ أرجو المعذرة، فقد غلبني الشوق لرؤية نورة في ثياب التنكر. أكنت تجلسين هنا طول الوقت في انتظاري؟ نعم، جئت متأخرة لسوء الحظ، فلم ألحق بكما قبل الذهاب إلى الحفلة، وعز علي أن أرجع دون مشاهدتك. ها هي ذي في أكمل زينتها، لعمري إنها جديرة بالرؤية. ألا ترينها فاتنة يا مدام لين؟ بكل تأكيد نعم. ألا توافقين معي على أنها ذات جمال منقطع النظير؟ نعم. لقد أجمعت الآراء في الحفلة على إثراء جمالها، ولكن لا يغرنك ملمسها الناعم، فإنها عنيدة كالصخرة. أتصدقين أنني اضطررت إلى إنزالها من الحفلة بالقوة؟ ستندم يا تورفالد على أنك لم تسمح لي بالبقاء ولو لمدة نصف ساعة. أتاك كلامي يا مدام لين؟ أدت رقصتها وحازت بها إعجابا يفوق الوصف، عن جدارة واستحقاق، ولو أن الأداء في نظري كان واقعيا أكثر من اللازم، أعني أكثر واقعية مما تمليه قواعد الفن الصحيح، ولكن لا بأس، المهم أنها أحرزت النجاح المرجو نجاحا شاملا. فهل تنتظرين مني بعد ذلك أن أتركها تبقى لتضيع هيبة الأثر الذي أحدثت؟ لا 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 لا، وضعت ذراعي في ذراع حسنائي ذات الرداء الإيطالي والنزوات الصبيانية، وقلت بها جولة سريعة حول القاعة، وأدينا التحية ذات اليمين وذات اليسار، ثم كما يقال في الروايات اختفى الطيف الجميل في جوف الظلام. من رأيي دائما يا مدام ليند أن يأتي خروج الإنسان من مكان ما في اللحظة المناسبة ليحدث الأثر المرغوب فيه، وهذا ما ترفض نورا أن تسلم به.
الجو هنا حار. ما هذا الظلام الحارق في حجرة مكتبي؟ طبعا أرجو المعذرة، لابد أن أطيء الشموع. ماذا حدث؟ تكلمت معه. والنتيجة؟ نورا، يجب أن تطلعي زوجك على الحقيقة. صدق حدسي. لك أن تطمئني من ناحية كروكشتات كل الاطمئنان، ولكن يجب أن تخبري زوجك. لن أخبره. سيخبره الخطاب إذن. شكرا لك يا كريستين، إن الطريق الآن واضح أمامي. هل تمليت بطلعتها يا مدام لين؟ نعم، طاب مساؤكم. هكذا سريعا؟ هذا التريكو لك؟ نعم شكرا، كدت أنساه. أتشتغلين بالتريكو؟ طبعا. من الأفضل أن تنصرفي إلى البرودري. حقا؟ ولماذا؟ لأنه ألطف وأسهل، والسبب لأنك تمسكين بقطعة البرودري في يدك اليسرى هكذا، وتشتغلين بالإبرة بيدك اليمنى هكذا، في حركة واسعة رشيقة. أتوافقين؟ نعم ربما. أما التريكو فخال من الوقار تماما، الذراعان مضمومتان والإبرتان الطويلتان في صعود وهبوط مستمر كأنهما عصي الطعام عند أهل الصين. كانت الشمبانيا ممتازة في هذه الحفلة. طابت ليلاتك يا نورة، وكفاك عنادا. نعم انصحيها يا مدام ليند. طابت ليلاتك يا سيد هيلو. طابت ليلتك، طابت ليلتك. أرجو أن لا يزعجك أحد في الطريق. كان بودي أن أرافقك، ولكن المسافة قصيرة على أي حال. شكرا شكرا. طابت ليلتك، طابت ليلتك. تخلصنا منها أخيرا. يا لها من امرأة ثقيلة الظل. ألا تشعر بالتعب يا تورفالد؟ مطلقا، بل بالعكس أحس بنشاط عجيب. وأنت يبدو عليك التعب والنعاس في أن واحد. نعم أنا متعبة جدا وأشعر بحاجة إلى النوم في الحال. أرأيت أنني كنت محقا في منع إياك من مواصلة السهر؟ أنت محق في كل ما تفعل يا تورفالد. عادت الأرنبة الصغيرة سيرتها من التعقل والاعتدال. ألاحظت ما كان عليه رانك من انشراح؟ حقا؟ حقا أكان منشرحا؟ إنني لم أتبادل معه كلمة واحدة طوال الحفلة، وأنا لم أكلمه إلا قليلا. إنني لم أره في مثل ذلك الإشراق منذ أمد طويل. ما أجمل أن يجمعنا البيت مرة أخرى وأن نستمتع بخلوتنا معا في جو من سحرك أيتها الحبيبة الصغيرة. لا تنظر إلي هكذا يا تورفالد. ولما لا أرنو إلى أعز كنز لدي، إلى الجمال الذي أمتلكه وحدي؟ لا ينبغي أن تخاطبني الليلة بهذا الأسلوب. يظهر أن الشخصية التي تنكرت بها ما تزال تسري في دمك، وهذا ما يزيدك إغراء. اسمعي، لقد بدأ الضيوف في الانصراف. نورا، لن يلبث السكون أن يسود البيت. أرجو ذلك. نعم يا حياتي، أتعرفين لما ألوذ بالصمت كلما خرجنا إلى إحدى الحفلات؟ ولما أبقى بمنأى عنك مكتفيا باختلاس النظر إليك بين الحين والحين؟ هتعرفين لما؟ لأنني أتخيل أننا يحب كل منا الآخر في الخفاء، وأننا بسبيل الزواج سرا، وأن الجميع يجهلون ما بيننا من علاقة. نعم نعم أعلم أن أفكارك دائما معي. وعندما تأزف ساعة الانصراف وأتناول الوشاح لألف به كتفيك الناصعتين وأضمه حول عنقك الأملس، يهيأ لي أنك عروس البكر، وأني أحملك إلى عشنا الجميل لأول مرة، حيث ننعم بأول خلوة لنا بعيدا عن الناس، وحبيبتي الصغيرة وجلة تعلو وجنتيها حمرة الخفر. لكم كانت نفسي تهفو إليك طوال المساء، وإذ كنت أراقب انثناءك وأنت تعرضين رقصتك، أحسست بالتعب دمي يتدفق حارا في عروقي، ولم أعد أقوى على الصبر، فاندفعت لأعود بك قبل انتهاء الحفل. دعني يا تورفل، دعني دعني بالله عليك، لن أستطيع. ماذا؟ إنك تمزحين يا صغيرتي. لن تستطيعي، لن تستطيعي. ألست زوجك؟ أسمعت؟ من الطارق؟ من الطارق؟ أنا. أيمكن أن أدخل لحظة؟
ماذا عساه يريد الآن؟ انتظر انتظر. تفضل، لطيف منك ألا تمر ببابنا دون تحية. سمعت أصواتا صاعدة من الغرفة فقلت أسلم قبل انصرافي. كل ركن هنا قد انطبع في ذاكرتي حتى لا أراه مغمض العينين. ما أسعدكما في هذا العش الهادئ. وبالمناسبة لقد كنت الليلة في أوج الانطلاق حتى النهاية. ولم لا؟ ماذا يمنع المرء من الاستمتاع بجميع مباهج الدنيا؟ تمتع بكل ما تستطيع لأطول ما تستطيع. كان النبيذ فاخرا، وخصوصا الشمبانيا. تنبهت إلى ذلك أيضا؟ إنك لا تعجز عن تصور مقدار ما ابتلعت في جوفي. لقد اقتدى بك تورفالد فيما يظهر، إذ أقبل على الشمبانيا بشره عظيم. حقا؟ نعم، ألا ترى أثرها باديا عليه كالعادة؟ حسن، ما ضر الإنسان إذا احتفى في مسائه بجهاد يومه؟ جهاد؟ مع شديد الأسف لا يستحق يومي لفظ الجهاد. أما أنا فنعم. أقسم إنك قضيت اليوم في بحث علمي. بالضبط. أنصت إليها ماما نورة تجادل في الأبحاث العلمية. وهل يا ترى نهنئك بالنتيجة؟ جائز جدا. أكانت موفقة إذن؟ أفضل نتيجة من وجهة نظر الطبيب والمريض على حد سواء، ألا وهي اليقين. اليقين؟ اليقين المطبق. وعلى هذا ولم يكن من حقي أن أحتفي بما وصلت إليه؟ نعم بلا شك يا دكتور رانك. وأنا أيضا موافق، بشرط ألا تدفع الثمن من صحتك عندما تنهض في الصباح. هكذا الدنيا يا عزيزي، لا يمكنك أن تحصل فيها على شيء قبل أن تدفع الثمن. دكتور رانك، أتعجبك حفلات الرقص التنكرية؟ نعم، إذا كانت تحتوي على مجموعة ممتازة من ثياب التنكر. قل لي، ماذا تقترح لنرتديه معا في الحفلة القادمة؟ أتفكرين في الحفلة القادمة منذ الآن؟ معا أقترح أن تتنكري في زي حورية فاتنة. جميل، ولكن ما هو الزي الذي يصلح لشخصية كهذه؟ الزي الذي ترتديه زوجتك في كل يوم. لباقة مشكورة. وأنت، هل قررت لنفسك تنكرا معينا؟ نعم نعم يا عزيزي، قررت قرارا لا رجعة فيه. وما هو؟ أن أكون في الحفلة المقبلة خفيا. نكتة لطيفة. توجد قبعة ضخمة سوداء، أسمعت عن القبعات التي تكسب القدرة على الإخفاء؟ ما أن تضع واحدة منها على رأسك حتى تتلاشى عن الأنظار. نعم نعم معك حق. ولكني نسيت ما جئت من أجله. هيلمر أعطني سيجارا. بكل سرور. شكرا. دعني أشعله لك. أشكرك أشكرك. والآن والآن وداعا. إلى اللقاء يا عزيزي. لم هنيئا يا دكتور رانك. أشكرك على هذا الدعاء. أدع لي نفس دعوتي يا دكتور رانك. أنت؟ حسنا، ما دمت قد طلبت ذلك أشكرك أشكرك مرة أخرى. والآن وداعا وداعا. لقد شرب أكثر مما ينبغي. ربما تورفالد، ماذا تريد هناك؟ أفرغ صندوق البريد، فقد امتلأ عن آخره ولن يتسع لجرائد الصباح. أتني أن تشتغل الليلة؟ يا للسؤال، طبعا لا. ما هذا؟ لقد عبث أحدهم بالقفل. القفل؟ نعم. ما معنى هذا؟ ما كنت لأرتر في الخادمة. هذا مشبك شعر مكسور. نورا، إنه لك. لابد أنهم الأولاد. عليك بهم إذن حتى يقلعوا عن تلك العادات. أخيرا فتح الصندوق. هيلين هيلين، أطفئ نورا الباب الخارجي. انظري، كل هذه الحمولة كانت في الصندوق. عجبا، ما يكون هذا؟ الخطاب، لا 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 يا ترى. بطاقتا من رانك. من دكتور رانك؟ كانتا فوق بقية الرسائل، لابد أنه ألقاهما في صندوق البريد عند خروجه. عليهما كتابة؟
لا شيء سوى صليب أسود فوق الرسم. انظري، يا لها من فكرة مقبضة، كأن به ينعي نفسه. هو ذلك. ماذا؟ أتعرفين شيئا عن هذا الموضوع؟ نعم. أحدثك هو بشيء؟ نعم، قال لي إن بطاقته إلينا ستكون بمثابة رسالة وداع إلى أن يخلصه الموت. يا للمسكين، كنت أعلم أننا لن نحظى به طويلا، ولكن هكذا سريعا؟ ثم ماذا دعاه ليلوذ بالفرار كالحيوان الجريح؟ الصمت أجدى دائما في مثل هذه الحالات. ألا توافقني يا تورفالد؟ لقد أصبح جزءا ناميا في حياتنا، ولا أكاد أتخيلها بدونه. كانت آلامه ووحدته أشبه بسحابة قاتمة في إطار سعادتنا الزاهية. من يدري، لعل هذا أفضل بالنسبة إليه على الأقل، وربما بالنسبة إلينا أيضا يا نورا. من الآن فصاعدا لن يكون لأحدنا إلا الآخر. زوجتي العزيزة، كم أود لو أستطيع أن أعصرك بين ذراعي. تورفالد، أتعلمين يا نورا أني طالما تمنيت أن يتهددك خطر شديد حتى يتاح لي أن أجازف بحياتي وبقلي في سبيلك؟ الآن يجب أن تقرأ خطاباتك يا تورفالد. لا لا، ليس الليلة، أريد أن أبقى إلى جانب زوجتي المحبوبة. ومأساة صديقك ماثلة أمام عينيك؟ أصبتي، لقد أثرت فينا نحن الاثنين. نزلت بيننا صورة بغيضة تتخللها بشاعة الموت، فليعتكف كل منا في غرفته إلى أن نوفق في انتزاع تلك الأفكار السوداء من مخيلتنا. طابت ليلتك يا تورفالد، طابت ليلتك. طابت ليلتك أيها العصفور الغرد. نوم هنيء يا نورا، والآن سأعكف على خطاباتي. ربا، لن أراه ثانية أبدا أبدا، لن أرى أطفالي الأعزاء، سأفقدهم إلى الأبد إلى الأبد تحت صفحة الجليد في الأعماق. أوحي لو ينقضي الأمر سريعا. إنه الآن يفوت الخطاب ويقرأ ما فيه. وداعا يا تورفالد، وداعا يا أطفال. نورا، ما هذا؟ أتعرفين ما في هذا الخطاب؟ نعم أعرف، دعني أذهب، دعني أخرج. إلى أين؟ لن تنقذني يا تورفالد. صحيح إذن، أصحيح ما تطالعه عيناي في هذا الخطاب؟ لا لا، يستحيل أن يكون صحيحا. بل هو الحقيقة، لقد أحببتك أكثر من أي شيء في الوجود. أوه، دعينا من الحجج السخيفة. تورفالد، أيتها التعسة، ماذا فعلت؟ دعني أذهب، لن أجعلك تتألم بسببي، لن أجعلك تتحمل التبع. دعينا من الحركات المسرحية من فضلك، ستبقين هنا، ستبقين هنا لنستمع إلى تفسيرك للموضوع. أتدركين مغبة عملك؟ أجيبي، أتدركين مغبة عملك؟ نعم نعم، لقد بدأت الآن أدرك الحقيقة. يا لها من صحوة مفجعة، 8 سنوات وأنا أعقد عليها أملي في الحياة وأنظر إليها بخيالاء، فإذا بها منافقة كاذبة، بل وأسوأ من هذا، مجرمة. إن بشاعة اللفظ وحدها تثير الاشمئزاز. يا للعار يا للعار، كان يجب أن أتوقع شيئا من هذا القبيل، كان يجب أن أستبق الحوادث بشيء من بعد النظر. إن خسة أبيك وطباعه لا تقل ذلك. إن خسة أبيك وطباعه المتدهورة قد انتقلت إليك، فلا دين ولا أخلاق ولا إحساس بالواجب، وهذا جزائي لأني أغبطت عيني عن سيئاته من أجلك. يا له من جزاء. فعلا لقد حطمت سعادتي، دمرت مستقبلي. ما أبشع المصير في قبضة ذلك المحتال الأفاق. إنه لقادر على أن يفعل بي ما يشاء، وأن يطالبني بما يشاء، وأن يملي علي إرادته دون أن أملك له رفضا، وكل هذا بفضل امرأة طائشة لا تقدر المسؤولية. ستعود إليك حريتك عندما أنزاح من الطريق. لا أريد كلاما مرصوصا من فضلك. كان أبوك هو الآخر يحفظ أمثلة كثيرة عن ظهر قلب. ماذا يفيدني أن تنزاحي من الطريق كما تقولين؟ أليس كروكشتت قادرا على أن ينشر الفضيحة على الملأ
وإذ ذاك لن أسلم من الاتهام بأنني كنت شريكا لك في جريمتك؟ بلوا للناس العذر إن داخلهم الظن بأنني الفاعل الحقيقي من وراء الستار، وأنني أنا الذي أوحيت إليك بما بدر منك. هذه هديتك لي ردا على ما حبوتك به منذ ضمن هذا البيت زوجا وزوجة. أتدركين الآن مدى ما أنزلت بي؟ نعم. لا أكاد أتصور أنني في يقظة. المهم أننا يجب أن نصل إلى حل. اخلعي ذلك الوشاح، اخلعيه قلت لك. يجب أن أحاول ترضيته بطريقة ما حتى تبقى المسألة طي الكتمان مهما يكون الثمن. أما نحن فيجب أن نحافظ على المظهر أمام الناس كأن شيئا لم يحدث. ستبقين هنا بالطبع، ولكنني لن أسمح لك بتربية الأطفال. لا تطوعني نفسي على أن أتركهم في رعايتك. يا للسخرية، يا للسخرية أن يخرج من فمي هذا الكلام في حق امرأة أحببتها من كل قلبي وما زلت. لا، هذا عهد قد مضى. منذ الآن لن يكون جرينا وراء السعادة، بل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الهدم، من الحطام، من المظهر. من يا ترى؟ من يا ترى في هذه الساعة المتأخرة؟ هنكون قد بلغنا أسوأ مرحلة؟ هيكون كروكشتت قد اختبئ يا نورا، اختبئ، قولي إنك مريضة. خطاب لسيدتي. أعطني. نعم، إنه من كروكشتت. لن أعطيك إياه، سأقرأه بنفسي. أقرأ. لا أكاد أجد الشجاعة الكافية، فقد يكون رسول شر لنا. لا، يجب أن أعرف. نورا، نورا، ماذا حدث؟ لأتأكد أولا مما قرأت. نعم صحيح، لقد نجوت نورا، لقد نجوت. وأنا؟ وأنت أيضا بالطبع، لقد نجونا نحن الاثنان، أنا وأنت. انظري، إنه يعيد لك الكمبيالة ويبدي أسفه معتذرا عما بدر منه، ويقول إن تحولا سعيدا في حياته قد... أية أهمية لما يقول. لقد نجونا يا نورا، لن يستطيع أحد أن يصيبك بأذى. نورا، نورا، ولكن يجب أولا أن نبيد هذه الكمبيالة اللعينة. ماذا تحتوي؟ لا، لن أنظر إليها، لتبقى المسألة كلها مجرد حلم مزعج لا أكثر ولا أقل. لم يعد لها وجود. يقول منذ ليلة عيد الميلاد، لا ريب أن تلك الأيام الثلاثة الماضية كانت تجربة قاسية بالنسبة لك يا نورا. لقد كافحت خلالها كفاحا مريرا، وقاسيت الأهوال حتى أنك لم تري سبيلا للخلاص إلا... كلا، لن نعود إلى ذكر هذه المسائل المؤلمة مرة أخرى. لنترك الفرح يغمر قلبينا ولنقل في ابتهاج، لقد زال الخطر، لقد زال الخطر. أتسمعين يا نورا؟ أقول لك إن الخطر قد زال. ما هذه النظرة المتجهمة؟ فهمت يا عزيزتي، إنك لا تصدقين أنني غفرت لك، ولكنها الحقيقة يا نورا. أقسم لك لقد غفرت لك كل شيء. إنني أدرك أن الدافع لك على ما فعلت كان حبك لي. هذا صحيح، أحببتني حب الزوجة لزوجها، وإن أخطأك التوفيق في اختيار الوسائل. ولكن هل تحسبين أن حبي لك يقلل من شأنه ما تبدينه من عجز؟ لا لا، كل ما عليك هو أن تعتمدي علي، وأنا كفيل بالنصح والإرشاد. ما كنت لأكون رجلا إن لم تزدني أنوثتك وضعفك إقبالا عليك. لا تفكري فيما قلته لك في لحظة الاندفاع الأولى وأنا أتوهم أن الدنيا قد انطبقت فوق رأسي. لقد غفرت لك يا نورا، أقسم أنني غفرت لك. أشكرك أن غفرت لي. لا تذهبي، لا تذهبي نورا. ماذا تفعلين في حجرتك؟ أخلع عن نفسي ثوب الدمية. حسنا حسنا، هدئي من روعك يا نورا، واطردي ما يثقل رأسك الجميل من خواطر مزعجة. اطمئني يا بلبلة الصغيرة، فإن لي أجنحة عريضة تأمنين في ظلها. ما أجمل عشنا الهنيء يا نورا، حيث تسود الراحة والطمأنينة. سأسهر عليك وأحميك من الأذى، وكأنك طائر عزيز كانت تطارده براثن صقر جارح. سأبذل كل جهدي لأعيد إلى نفسك هدوءها. صدقيني يا نورا، كل شيء سيسوى بالتدريج. وسترين عندما تبزغ شمس الغد أن القصة تبدو لك في ضوء آخر مختلف، ولن يمضي وقت طويل حتى تعود المياه إلى مجاريها، فتطمئن نفسك وتتبخر رواسب الشك لديك.
تأكدي أنني لن أفكر لحظة في أن أصدمك أو أوجه إليك اللوم. فمن طبيعة الرجل السابق أن يحس في أعماقه بالرضا والسرور عندما يسود قلبه شعور حقيقي بالصفح نحو زوجته. وكأنما قد تأكد الرباط بينهما من جديد، أو كأنه قد منحها الحياة من جديد فتصبح زوجته وطفلته في وقت واحد. ما عليك إلا أن تصارحين القول دائما، وسأكون لك بمثابة الإرادة المنفذة والضمير المرشد معا. ما هذا؟ ألم تأوي إلى فراشك بعد؟ هل أبدلت ثيابك؟ نعم يا تورفالد، أبدلت ثيابي. وما الداعي في هذه الساعة المتأخرة؟ لن أنام الليلة. ولكن يا عزيزتي نورة، ليس الوقت متأخرا إلى هذا الحد. اجلس هنا يا تورفالد، لابد لنا من حديث طويل. نورة، ما هذا؟ لما هذا الوجه الجامد القسمات؟ اجلس، هذا أمر يستغرق بعض الوقت. لدي كلام كثير أريد أن أفضي به إليك. إنك تثيرين قلق يا نورة، لست أفهمك. هذه هي المشكلة، لا أنت تفهمني ولا أنا كنت أفهمك حتى هذه الساعة. ولكن يا نورة، لا تقاطعني، ينبغي أن تنصت إلي جيدا. فهذه لحظة تصفية الحساب يا تورفالد. ماذا تعنين؟ ألا يدهشك أن تجمعنا مثل هذه الجلسة؟ ما موضوع الدهشة؟ لقد مضى على زواجنا 8 سنوات، وهذه هي أول مرة نلتقي فيها أنا وأنت كزوجة وزوج للحديث بشكل جدي. ماذا تقصدين بكلمة جدي؟ طوال تلك الأعوام 8، بل وقبل ذلك بكثير، منذ أن تعرفنا لم يحدث أن تبادلنا كلمة واحدة في أي موضوع جدي. أو كنت تريدين مني أن أثقل كاهلك في كل مناسبة وأخرى بمتاعب ومشاكل لا عهد لك بها؟ لست أعني مشاغل العمل، بل أقول إننا لم نضم رأسين في يوم من الأيام بغية الوصول إلى البت في أمر من الأمور. وهل كان يبديك ذلك في شيء؟ هذه هي المشكلة، إنك لم تفهمني في حياتك. لقد أذنبتما في حقي يا تورفالد، أبي أولا ثم أنت من بعدي. ماذا؟ نحن اللذان أحببناك أكثر من أي إنسان في الوجود؟ إنك لم تحبني أبدا، بل لذ لك أن تقع في حبي. نورا، ماذا تقولين؟ إنها الحقيقة السافرة يا تورفالد. كان أبي فيما مضى يسر إلي برأيه في كل كبيرة وصغيرة، فنشأت أعتنق نفس آرائي، وإذا حدث أن كونت لنفسي رأيا مخالفا كنت أكتمه عنه خشية أن أضايقه. كنت في نظره عروسا من الحلوى يدللني، كما كنت أدلل عرائسي ولعبي. وعندما انتقلت لأعيش معك، هذا وصفك لرباط الزوجية المقدس بيننا؟ كل ما أعني أنني انتقلت من يد أبي إلى يدك، ووجدتك تنظم الكون من زاويتك الخاصة، فتبعتك في الطريق المرسوم، أو تظاهرت بأنني أتبعك، لست أدري أيهما. والآن عندما أعود بذهني إلى الوراء يخيل إلي أنني لم أكن أزيد عن عابرة سبيل كل همها أن تسد مطالب يومها. كانت وظيفتي كما أردتها لي أن أسليك. أنت وأبي جنيتما علي، والذنب ذنبكما إذا لم أصنع في حياتي شيئا ذا قيمة. يا للشطط والجحود يا نورا، أولست سعيدة هنا؟ كلا، لم أذق للسعادة طعما. كان يخيل إلي أنني سعيدة، وإن كان الواقع غير ذلك. غير ذلك؟ لم أشعر بشيء أكثر من المرح مع اعترافي بحسن معاملتك لي دائما. ولا عجب في ذلك، فقد كان بيتنا أشبه بملعب للأطفال. ولم تختلف نظرتك إلي عن نظرة أبي، كلاكما اعتبرني لعبة أو عروسة من الحلوى. وانتقلت العدوى إلي فعاملت أطفالي بنفس المنطق، ولم يكن سروري عندما تداعبني بأقل من سرورهم عندما أداعبهم. هذه خلاصة حياتنا الزوجية يا تورفالد. لا أنكر أن في كلامك شيئا من الحقيقة، بالرغم من أسلوبك في المغالاة والتهويل، ولكن الوضع سيتغير في المستقبل، فقد انتهى وقت اللعب وأنا أوان الجد. لمن؟ لي أم للأطفال؟ لكما معا يا عزيزتي. مع الأسف يا تورفالد، لم تعد الرجل الذي أتعلم منه كيف أصبح زوجا. أنت تقولين هذا؟ ثم هل تراني أصلح لتربية الأطفال؟ نورا، أو لم تقل ذلك بنفسك منذ لحظة وجيزة؟ أو لم تقل إن قلبك لا يطاوعك على أن تعهد إلي بتربيتهم؟ كانت فورة غضب فانسي ما قلته ساعتها. ولكنك لم تقل إلا الصدق، إنني لا أصلح لهم، وعلي أولا أن أقوم بتربية نفسي وأتعلم الحياة، وهذه ليست مهمتك بل مهمتي أنا.
ولهذا قررت أن أتركك الآن. ماذا تقولين؟ يجب ألا أعتمد إلا على نفسي إذا أردت أن أتفهم حقيقة نفسي وألم بالعالم المحيط بي، وهذا ما يدفعني إلى الانفصال عنك. هذا جنون، لن أسمح لك، إنني أمنعك. لم يعد يجدي المنع معي، لن أخذ إلا ما يخصني ولن أقرب شيئا لك، سواء الآن أو فيما بعد. هراء، وغدا أقصد بيت أبي حيث نشأت، فهناك من السهل أن أجد ما أشغل به نفسي. تخريف لا يتصوره العقل. يجب أن أتزود بما ينقصني من دراية يا تورفالد. أتهجرين بيتك وزوجك وأولادك دون أن تفكري فيما قد يقوله الناس؟ لست أبالي بما يقوله الناس، فلا بد لي أن أذهب. دون اكتراث بأقدس واجباتك. ما هي أقدس واجباتي في نظرك؟ وهل هذه مسألة تحتاج إلى شرح؟ إنها واجباتك نحو زوجك وأولادك لدي واجبات أخرى لا تقل عنها قداسة. غير معقول، ما هي؟ واجباتي نحو نفسي. أنت زوجة وأم لأطفال قبل أي شيء آخر. لم أعد أؤمن بذلك، إنني مخلوق آدمي عاقل مثلك تماما، أو على الأقل هذا ما يجب أن أسعى إليه. صحيح يا تورفالد إن معظم الناس قد يتفقون معك، فهذه الآراء تحتشد بها صفحات الكتب، ولكنني ما عدت أقنع بما يراه الناس ولا بما يرد في الكتب. أريد أن أزن الأشياء بوحي من فكري أنا لا من فكر الغير، وأن أرقى بنفسي إلى مرتبة الفهم والإدراك يا تورفالد. أو تعجزين عن أن تدركي كنه علاقتك بأفراد أسرتك؟ كأني بك قد تناسيت المرجع الذي نهتدي به في الظلمات، ألا وهو تعاليم الدين. يؤسفني يا تورفالد أنني أجهل من الجهل في هذه الناحية. نورا، لا يسع علمي أكثر من القشور التي تلقفتها من فم الكاهن يوم الاعتراف، إذ أوصانا بما تنص عليه تعاليم الدين دون أن ندرك بالضبط ما يرمي إليه. على أي حال، عندما أختلي بنفسي سأقلب الأمر من كافة وجوهه لأصل إلى جوهر الموضوع. هذا كلام لا يصح لفتاة في سنك أن تتلفظ به، وما دمت تجهلين تعاليم دينك فمن واجبي أن أوقظ ضميرك، وأظنك لم تفقدي بعد إحساسك بالفضيلة. أم هل تجردت عن ذلك أيضا؟ أجيبي. هذا سؤال عويص يا تورفالد، الحق أنني لا أعرف الجواب، فالمشكلة تحيرني. كل ما أعلمه أننا أنا وأنت ننظر إليها من زاويتين مختلفتين، وقد أصبحت أعرف الآن أن القانون لا يتفق مع الصورة التي كانت منطبعة في ذهني، إذ هو لا يجيز للمرأة أن تبعد الهموم عن أبيها المريض ولا أن تنقذ حياة زوجها، وهذا لا يتصوره عقلي. إنك تتحدثين كطفلة لا تعي شيئا من ظروف الحياة التي تعيش فيها. هذا صحيح، ولكنني سأحاول الآن أن أعرف من منا المصيب ومن منا المخطئ، أنا أم الحياة التي نعيش فيها. إنك تهذين يا نورة، لا أظن أنك في وعيك. لم أكن في يوم من الأيام أعقل ولا أوثق بنفسي مما أنا الآن. وهل من العقل والثقة بالنفس أن تتخلي عن زوجك وأولادك؟ نعم. إذن فليس للمسألة إلا تفسير واحد. ما هو؟ إنك لم تعودي تحبينني. أصبت. نورة، هو تقولين ذلك أمامي؟ هذا يحز في نفسي يا تورفالد، وخاصة أنك كنت لطيفا دائما معي، ولكن لا يد لي في الأمر، إنني لم أعد أحبه. وهل هذا كلام صادر عن ثقة بالنفس أيضا؟ نعم، ولهذا لم أعد أريد البقاء هنا. وماذا فعلت حتى أفقد حبك لي؟ الليلة عندما لم تحدث المعجزة أدركت أنك على خلاف ما كنت أظن. لست أفهم. طوال الأعوام الثمانية التي قضيناها معا وأنا أنتظر في صبر لتأكدي بأن المعجزات ليست من الأمور العادية التي تحدث في كل يوم، ثم نزلت بي تلك الكارثة، فأيقنت أن أوان المعجزة قد حل. ولم يخطر لي ببال عندما وصل خطاب كروكشتاد أنك سترضخ لشروطه، بل كنت متأكدة أنك ستقول له أذع القصة على الملأ. ثم ماذا؟ بعد أن أكون قد عرضت باسم زوجتي وجلبت عليها الفضيحة، ثم تتقدم لتحمل عني وزر المسؤولية قائلا أنا المذنب. نورا، أتعني أنني ما كنت لأقبل منك هذه التضحية؟ هذا صحيح، ولكن ماذا كانت تجدي احتجاجاتي وقتها أمام تشبثك برأيك؟ تلك هي المعجزة التي كنت أنتظرها وأخشاها، وهذا هو السبب الذي من أجله فكرت في أن أقدم على الانتحار. إنني مستعد أن أواصل العمل ليل نهار بوجه باسم، وأن أتقبل الألم والفاقة بصدر رحب من أجلك يا نورة، ولكن
ما من رجل يقبل التضحية بشرفه في سبيل المرأة التي يحب. آلاف من النساء أقدمن على التضحية. إنك تفكرين وتتكلمين كطفلة لم يكتمل نموها. ربما، أما أنت فلا تفكيرك ولا كلامك يتفقان مع ما يجب أن يتوافر في الرجل الذي أشاطره حياتي. فعندما زالت مخاوفك فيما يخصك أنت لا فيما يخصني أنا، وعندما تبدد الخطر بالنسبة لك، عادت الأمور إلى نصابها وكأن شيئا لم يحدث، وأصبحت من جديد بلبلتك الصغيرة ودميتك المسلية التي يجب أن تزيد في حرصك عليها وعنايتك بها في المستقبل بسبب ضعفها وسرعة تعرضها للكسر. عندئذ وضح لي تورفالد أنني كنت أعيش طوال تلك الأعوام الثمانية مع رجل غريب، وأنني أنجبت له 3 أطفال. ربّاه، إن بدني يقشعر لمجرد التفكير في الأمر. فهمت، فهمت. لقد امتدت بيننا هوة سحيقة، ولكننا نستطيع التغلب عليها نورا. بوضع الراهن لم أعد أصلح زوجة لك. في وسعي أن أخلق من نفسي رجلا آخر. جائز عندما تؤخذ منك دميتك، ولكن هذا الانفصال عنك لست أرى له مبررا. وهذا أدعى إليه. نورا، ليس الآن، انتظري إلى الغد. لا أستطيع المبيت في دار رجل غريب. ألا يمكننا أن نعيش كأخ وأخت؟ تعلم جيدا أن هذا وضع لا يمكن أن يستمر. ودعني تورفالد، لست في قلق على الأطفال، لعلمي أنهم في أيد أمينة سترعاهم أفضل مني، في حين أنني لن أستطيع أن أفيدهم في شيء. بمرور الزمن يا نورا، بمرور الزمن. من يدري، لا علم لي بما يخفيه المستقبل. ولكنك زوجتي مهما تغيرت الظروف. اسمع يا تورفالد، يقال إن الزوجة التي تحضر بيت زوجها كما هو الحال معي تحل زوجها قانونا من جميع التزاماته نحوها، وسواء أكان هذا القول صحيحا أم لا فإنني أحلك من جميع التزاماتك، حتى لا يتقيد أحدنا برباط من أي نوع، وحتى يشعر كلانا بحرية مطلقة. وتأكيدا لذلك هاك خاتمك. فأعطني خاتمي. حتى هذا أيضا؟ حتى هذا أيضا. ها هو ذا. والآن انتهى كل شيء، المفاتيح هنا، والخدم يعرفن شؤون البيت خيرا مني. سأرسل كريستينا غدا لتحزم ما يخصني من الأمتعة التي جئت بها يوم زواجي وترسلها إلي في بيتنا. انتهى كل شيء. ألن تفكري في بعد اليوم يا نورا؟ بل سيتجه فكري معظم الوقت إليك وإلى الأطفال وإلى هذا البيت. أيمكنني أن أكتب إليك؟ لا أبدا، لا تفعل ذلك أبدا. اسمحي لي على الأقل أن أرسل إليك. لا شيء. من حقي أن أساعدك إذا ضاقت بك الحاجة. كلا، لا يمكنني أن أقبل عونا من غريب. نورا، ألن أكون لك أبدا أكثر من غريب؟ إذا حدثت معجزة المعجزات يا تورفالد. أي معجزة؟ خبريني. أن تتغير نظرتنا إلى الأشياء تغيرا كليا. ولكنني لم أعد أؤمن بالمعجزات يا تورفالد. أنا أؤمن بها. خبريني، حتى ماذا؟ حتى تصبح حياتنا معا حياة زوجية بالمعنى الصحيح. وداعا يا تورفالد. نورا، فراغ، ذهبت. معجزة المعجزات. استمعتم إلى مسرحية بيت الدمية للكاتب النرويجي هنريك إبسن، ترجمة كامل يوسف. قام بتصوير الشخصيات نورا هيلمر سناء جميل، تورفالد هيلمر نور الدمرداش، مدام ليند إحسان شريف، كروكشتاد أحمد راضي، دكتور رانك محمد دفراوي، المربية ناهد سمير، الخادمة افتخار جميل، والأطفال عواطف الحمراوي ونبيل الزقزوقي. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. مسرحية بيت الدمية من إخراج محمود مرسي.